برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. النهاردة عنوان حلقتنا المستحيل مش أهلاوي، دايما بنراهن على النادي الأهلي ودايما بنراهن على الجهاز الفني واللاعبين، وزي ما كلنا متفقين لما تتابع كل الأهلاوية في كل مكان الكل بيقدم المساعدة، الكل بيقدم الدعم وبيراهن على اللعيبة، وده المهم. قلنا في أوقات صعبة أكيد نتيجة مباراة الترجي مش مرضية، ولكن مرينا بمواقف كتير جدا على مر العصور مع النادي الأهلي، ودايما لما بنراهن على اللاعبين الرجال أكيد بنقدر نحقق الهدف بتاعنا كلنا، وهو اللي أنت بتحقق الغير متوقع. إيه هو الغير متوقع المرة دي؟ نتكلم على تاريخ قبل كده ومرينا بظروف صعبة ومرينا بمواقف زي دي، لكن دايما كنت بتفقد، تلاقي البعض فقد الأمل والبعض لا بيراهن على اللاعبين والبعض متفائل. الحالة المرة دي سواء نجوم النادي الأهلي ورموزه اللي أنا بحييهم جدا جدا، كل الكل على قلب رجل واحد، جماهير النادي الأهلي في كل مكان ما اتكلمتش في سلبيات خالص. أنا ما شفتش ناس بتتكلم في سلبيات، بعد المباراة بتبقى غضبان من لاعب من هدف، الكلام ده طبيعي، لكن من بعد المباراة الكل الأهلوية ظهروا بمعدنهم الطيب والمساندة والدعم اللي بيقدموها في كل مكان. كل ما تتكلم مع كل حد إن شاء الله متفائلين، إن شاء الله اللعيبة قادرة اللي احنا نكسب، ده كلام محترم جدا جدا. عشان كده المستحيل عمره أو المستحيل مش قلاوي، زي ما جماهير النادي الأهلي، ده شعار حلقتنا النهاردة. طول الحلقة هنخرج شوية بس نناقش موضوع مهم جدا مع حضراتكم، ممكن يبقى لمدة 5 دقايق، وأتمنى الموضوع اللي هنناقشه دوت كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان يشوفوه، وكمان أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يشوفوه، وكل أهلاوي يشوفه عشان يفهم قد إيه بنخاف على مصلحة النادي، وعمرنا ما هنتكلم في حاجة تضر نادينا. فبدعو بعد ما نسمع المكالمة الأول من زميلي كريم أحمد نطمن على الفريق، مهم جدا لكل الأهلاوية بعد المكالمة يكونوا معانا ويسمعونا ويفهموا ويعرفوا قد إيه اللي إحنا عمرنا ما هنتخلى عن نادينا، وهنظهر الحق النهاردة وبكرة وبعده وكل يوم. خلونا نطير بسرعة لزميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم برحب بيك، وعايزين نعرف منك كل التفاصيل اللي تخص فريق كرة القدم. أهلا بك يا كابتن شادي، وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما بنقول استعدادات مكثفة لكابتن حسام البدري وكل لعيبة النادي الأهلي، مباراة مهمة زي ما احنا عارفين. النادي الأهلي إن شاء الله يكون عند حسن الظن وإن شاء الله يتأهل من رادس. النادي الأهلي عملها قبل كده، وأنت كنت واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن شادي، ولعبت كمان في تونس على ملعب رادس، فكلنا ثقة في الكابتن حسام وفي لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله يصعد ونتاهل من رادس باذن الله. ارجع معاك تاني النهارده كابتن حسام البدري والجهاز الفني، تدريب صباحا في الساعه 9 صباحا بحضور جميع اللاعبين. بدا التدريب ببعض الجري الخفيف حول الملعب ببعض الاطالات مع كابتن انيس الشعلالي، لكن حاول الكابتن حسام البدري النهارده يقسم اللاعبين لمجموعتين. كل المقيدين في القائمه الافريقيه كانوا في مجموعه، واللعيبه اللي مش مقيده في القائمه الافريقيه كانت في مجموعه ثاني. عمل النهارده كابتن حسام في ثلثين الملعب تقسيمه كانت قويه جدا، واوقف التقسيمه اكثر من مره، كان فيها شرح للاعبين الاخطاء الدفاعيه، كان بيحاول ان هو يقول للعيبه عايزين نعمل كثافه عدديه في نص الملعب بشكل كبير جدا في المباراه. الكل كان مركز جدا في هذه التقسيمه، تالق بشكل كبير عماد متعب شركه الاكرام النهارده كان ليه دور كبير جدا سواء في التدريب او في التقسيمه، واشاد بيه كابتن طارق سليماني كابتن حسام البدري. شريف مركز جدا وده اللي واضح عليه وده اللي احنا شايفينه في التدريبات، وبتمنى له طبعا كل التوفيق. النهارده يمكن زي ما بنقول المجموعه الثانيه اللي لم تشارك او ما بتشاركش بصفه مستمره او المجموعه اللي مش مقيده افريقيا، ادت النهارده مران تحت اشراف الكابتن سيد معوض، كان بعض الاوفرات بعض التصويب على المرمى تقسيمه مصغره اربع اربعات كده مربعات بالنسبه للاعبين، الكل جاهز ان شاء الله لهذه المباراه. وعايز اكد لك جاهزيه كمان ميدو جابر، ميدو جابر طبعا كان عنده بعض الاجهاد في منشا العضله الضامه، شارك امس وشارك اليوم، النهارده شارك بكل قوه وبيؤكد جاهزيته ان شاء الله يكون ضمن قائمه فريق النادي الاهلي المتوجهه الى تونس. وليد ازارو كمان النهارده كان عنده كدمه قويه كده مع محمد نجيب، النهارده طبعا الحماس الكبير والشديد لكل اللاعبين، حذر منه كابتن حسام البدري عدم الاحتكاكات عدم الالتحامات. لعيبه النادي الاهلي يعني بلغه الكره بنقول مش مستحمله اصابات، ان شاء الله كل اللعيبه ما بقاش فيها اي مشاكل. وليد ازارو تعرض لكدمه كده في الكتف كان تعرض بيها قبل كده، لكن يمكن شارك اصر ان هو يشارك في التدريب وظهر بشكل رائع جدا في المران. كمان النهارده ظهور عبد الله الشامي
الوافد الجديد النهارده ما شاركش طبعا في المران الجماعي، لكن النهارده كان اول ظهور ليه مع ومحطوط له كده برنامج طبعا بدني وتاهيلي من انيس الشعلاني مخطط الاحمال ابو العيله. طبعا كابتن محمد ابو العيله هو اللي بيشرف عليه، وان الله بنتمنى له كل التوفيق. يمكن طبعا كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه ان شاء الله عندها امل وثقه كبيره في حاله تفاؤل واصرار وتركيز، ده اللي احنا شايفينه كابتن شادي من خلال التدريبات. النادي الاهلي هيتدرب غدا في الساعه 5، كان النادي الاهلي بيتدرب امس واليوم في الساعه 9 صباحا، لكن هيعدي الكابتن حسام البدري التدريب الى الساعه 5 غدا على ان يطير ان شاء الله بعثة فريق النادي الاهلي صباح يوم الخميس او فجر يوم الخميس متوجهه الى تونس. عقب الوصول لتونس هيكون طبعا في مران يوم الخميس، اليوم اللي هيوصل فيه النادي الاهلي هيكون في مران يوم الخميس على ملعب الجامعه، يمكن احد الملاعب القريبه من فندق اقامه النادي الاهلي، ويوم الجمعه يكون التدريب الرئيسي على ملعب رادس اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي. الامور ماشيه بشكل طيب زي ما بقول لك كابتن شادي بالنسبه لكل لعيبه النادي الاهلي، وينقص كل التوفيق ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي ونتاهل باذن الله من راس. كريم انا عارف ان انت دايما بتبقى موجود في التدريبات وموجود في النادي بشكل عام وقت طويل جدا. الكواليس ما بين اللعيبه وبين ما بينهم وما بين بعضهم ده مهم جدا نعرفه. الحقيقه كابتن شادي بقول لك الاصرار اللي احنا شايفينه من اللعيبه والتركيز، اللعيبه مركزه يعني بشكل كبير جدا، كل اللعيبه بتتكلم مع بعض في اهميه المباراه واهميه غلق ما حدث في مباراه الاهلي والترجي من سوء توفيق وسوء توفيق ايضا كمان في التحكيم، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير، اللعيبه عندها اصرار. بقول لك كابتن حسام النهارده كان في تحذير للعيبه بعدم الالتحام القوي، لان كل اللعيبه عندها حماس شديد جدا، كان واضح النهارده في التقسيمه كل اللعيبه كابتن شادي باكد لك على تركيزهم الشديد، تركيزهم الكبير، يعني عندهم ثقه ان شاء الله في ربنا سبحانه وتعالى في البدايه وفي كل لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله نحصل على بطاقه التاهل من رادس، وده اللي اكيد بيتمناه كل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، واكيد احنا كمان في قناه الاهلي بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. كريم الكابتن حسام كان ليه تصريحات النهارده بعد او قبل التدريبات، قال حاجات معينه للاعلاميين ولا ما اتكلمش خالص؟ لا يمكن بعيدا عن التصريحات، هو يمكن عقب انتهاء المباراه التدريب على طول هيخصص محاضره فنيه للاعيبه النادي الاهلي عقب انتهاء المباراه لكل ايضا كمان اللاعبين اللي كانت مقيده في القائمه الافريقيه، وسمح للعيبه المش مقيدين ان هم طبعا يغادروا بعد انتهاء المران. قعدوا طبعا اكثر من 25 دقيقه محاضرات فنيه زي ما بنقول الكابتن حسام، نقاط القوه والضعف الفريق الترجي سواء في البطوله العربيه سواء في المباراه الاخيره مباراه النادي الاهلي، بيحاول الكابتن حسام ان هو يكثف من المحاضرات الفنيه لكل اللاعبين، الواجبات الدفاعيه والهجوميه وكل حديث في الجهاز الفني وكابتن حسام بالاخص على ان فرصنا قائمه، فرصنا كبيره، قادرين النادي الاهلي ان هو يحقق نتيجه ايجابيه هناك ويصعد من رادس، وده اللي احنا زي ما بقول لك شايفينه في التركيز الكبير سواء في لعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني، وده اللي بنتمناه بكل التاكيد يا كابتن شادي. حابب تضيف اي حاجه ثانيه يا كريم؟ يمكن دي كانت اهم كواليس النهارده تدريب النادي الاهلي، وكلنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويبقى التوفيق حليفهم ان شاء الله في مباراه الاهلي والترجي التونسي. كريمي زميلي كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك انت وزمايلك دايما بتقولوا لنا كل حاجه تخص الفريق والاهلي دايما، وجمهوره والجماهير بتحب تطمن على الفريق على كل صغيره وكبيره، بشكرك شكرا جزيلا مراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد. عايز اتكلم كمان، اتكلمنا في نقاط ايجابيه كتير جدا امبارح، اللاعبين الكبار داخل الفريق كباتن الفريق لازم يبقى في اجتماعات مستمره وفي كلام وبس الروح والكل يتكلم مع بعض، وده مهم جدا جدا جدا. في شغل فني مع المدير الفني، في اجتماعات فنيه، في كل حاجه، لكن انا اثق في اللعيبه اللي موجوده اللي عندها خبرات ومرت بالمواقف الكبيره دي، بنتكلم عماد متعب، شريف اكرامي، حسام عاشور، مش عايز انسى حد، احمد فتحي قلب الاسد، لعيب بيقاتل، لعيب منتهى الرجوله، وده مش راي كل الاهلاويه، كل اللعيبه رجاله للامانه. كمان عبد الله السعيد، كل اللعيبه الكبيره مهم جدا تتكلم، جزء كبير ومهم في عالم كره القدم اللي انت تتكلم مع زميلك داخل وخارج الملعب، والحاجات دي بتدي ايجابيات كبيره وبتبث روح الموده والمحبه، ممكن يبقى فايتك معلومه زميلك يحمسك. كمان عايز اتكلم في نقطه مهمه، في بعض الماتشات بشوف حاجة سلبية ومش عايز حد يزعل مني، وده دور كابتن الفرقة اللي بيبقى في الملعب، لما يبقى فيه الحكم متحامل ما ينفعش اللي انا اقف اتفرج عليه ايديا ورا ظهري واروح اتكلم معاه بمنتهى القوة،
مش منتهى القوه اللي انا اخرج عن النص، لان احنا ولا بنتعلم كده داخل النادي الاهلي ولا بنعمل حاجات خارج النص، يعني طبيعي العصبيه ما تبقاش موجوده، لكن منتهى القوه اللي هو يبقى فاهم اللي فيه كابتن الفرقه بيكلمه، ولما يكلمك انت بتشاور له انا كابتن الفرقه انا اللي بكلمك، لكن ما بقاش فيه بعض الاخطاء خطا واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واسيبه عادي وما اتكلمش معاه، لكن بفهمه لما انا بعمل كده وبروح اتكلم معاه، دي نقطة مهمة. كمان كابتن الفرقة لما يلاقي الفريق بيقع نفسنا والفريق اللي قدامي يقوم الفرقة بصوت عالي، بصوت عالي يتكلم مع كل اللعيبة في المراكز، لو في بيضيع الوقت حارس مرمى زي ما شفنا المباراة اللي فاتت بيضيع الوقت حارس مرمى الترجي، اجمع لعيبتي بسرعة في وسط الملعب، لازم نقوم اكتر من كده، لازم نقاطع الكور المشتركة، يبقى في صوت عالي نسمعه كلنا عشان تحمسنا معاك اللي معاك في المدرج واللاعب بيتفرج في البيت. لكن الهدوء اللي زاد عن اللزوم والامور بطبيعيه بسيطه دي ما ينفعش في مباريات الكبيره، لان انت بتقابل خصم عنيد وخصم محترم وفريق بيركز بشكل كبير وبيلعب كره جماعيه محترمه، لازم ندي الخصم حق. دي نقطه بس اتمنى اللعيبه الكبيره تبقى سامعاني، وخصوصا لا يحط الشارع على ايديه سواء متعب او عاشور او ايا كان مين اللاعب، دي حاجه لازم تبقى موجوده وكلنا نشوفها، كلام بصوت عالي مع لعيبتك داخل الملعب لما الريتم يهدى شويه، انت اللي تفوقهم، انت اللي تصحيهم، انت اللي تقول الكور المشتركه يا جماعه في ايه كده، لو حتى لو هم كويسين، حتى لو ده بيحصل من وقت للتاني في المباريات دي لازم نعمل كده. انا قلت عنوان حلقتنا النهارده المستحيل مش اهلاوي، لان عندنا ثقه كبيره جدا جدا في نجومنا، وكل الجماهير متفائله، وكل الجماهير الاهلاويه اللي بتحب ناديها حتى اللي كان غضبان النهارده بيشجع كل لاعب، كلنا ورا شريف، كلنا ورا حسام عاشور، كلنا ورا الفريق، ده كلام محترم. اسمحوا لي هخرج عن سياق الحلقه لمده 5 أو 10 دقائق، لان احنا دوله الظلم مش هتبقى موجوده على اي حد، حتى لو هو في يوم من الايام انتمى للنادي الاهلي، بس لما حد يجي معانا هنا في البرنامج ويقول كلمة حق ينصر بيها الحق تلاقيه بيتوقف وتلاقيه بيتاخد ضده قرارات، لكن لا، دور الإعلام اللي يقول لكل الناس شوفوا الحقيقة فين وشوفوا الدنيا رايحة فين وجاية منين. صحينا امبارح على خبر مهم جدا، الكابتن حماد المصري تم وقفه أو تجميده ومن غير ما يتحقق معاه ومن غير ما حد يقول له أي حاجة، كل ده ليه؟ كان معانا الراجل قال كلمة حق، تعالوا مع بعض. وهنا مرة تانية وتالتة ومليون ناس كتير اتهمتنا في كلام مش مظبوط، ناس كتير اتكلمت عننا كلام مش مظبوط، ناس كتير بتقول موقفكم ليه اللي انتوا داعمين ومساندين للنادي الاهلي؟ كان غريب جدا بالنسبة لنا وكان صعب جدا بالنسبة لنا، تخلى عن نادينا؟ نضعف موقف نادينا؟ الكلام اللي هتشوفوه النهارده صدقوني يستحق اللي انتوا تقفوا قدامه مليون مره. تعالوا نشوف تصريحات الكابتن حماده معانا قال ايه للي ما شافوش، في ناس كتير شافت وغيرت مواقفها. تعالوا نشوف كابتن حماده الاسبوع اللي فات كان معانا قال ايه وليه الناس وقفته والكلام ده كله، هنعرض بعد شويه كل حاجه وهنتكلم في كل حاجه، بس نروح نشوف تصريحات الكابتن حماده المصري معانا هنا عضو اللجنة الأولمبية، عضو اللجنة الأولمبية قال كلام خطير وكلام مهم وكلام فيه كلمة الحق، تعالوا نشوف. احنا ما قعدناش مع بعضينا عشان نشوف ملف النادي الأهلي، في فرق النهارده اللي قرار طلع من خلال اللجنة زي أي زي نادي. خد بالك عشان بأمانة ما نظلمش المهندس هشام حطب اللي عمل اللائحة. مين اللي عمل اللائحة؟ الوزارة اللي عمل اللائحة. الوزارة. احنا ما عملناش حاجة. احنا ما عملناش حاجة. الوزارة اللي عملت اللائحة دي احنا بصمنا عليها في ساعة كان قبل الفطار، أنا بقول لك أهو بالظبط كده، حتى حاولنا نتناقش مفيش وقت. مفيش وقت، خد بالك مفيش وقت. الوزارة بص عشان ما نظلمش المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية يا جماعة. احنا يا جماعة في حاجات غصب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وتنسيقا ما بين الوزارة والمهندس هشام حطب. احنا عملنا مشكلة ليه؟ احنا يعني انا بسأل سؤال، النادي الاهلي النهارده ما عمل 160,000 عمل علومين، ايه المشكلة؟ هو النهارده ايه اللي يمنعه؟ هل القانون يمنع؟ لا خلاص
فهدك انت قلت انا عندي ماده في اللائحه او ماده في القانون تمنع اي انتخابات على يومين. عندك لو عندك يبقى انت تعديت القانون يبقى انت غلط. لو ما عندكش يبقى انت حر، انت بتعظم دور جماعة عمية. والكلمه كلمه جماعة عمية هي صاحبه الكلمه. الله، مش احنا عملنا لجنه ثلاثيه عشان تدير الرياضه في مصر في ظل غياب القانون؟ طب احنا النهارده ما فيش لجنه ثلاثيه، عندنا قانون. وبنشكر الدكتور حسن مصطفى على الفتره اللي كان موجود فيها، وبنشكر المهندس هشام حطب والمهندس خالد عبد العزيز، كلهم ناس محترمين واداروا الفتره بحنكه وحاجه جميله جدا. عندنا قانون، طب ما نطبقه. وفي حاجات ما ينفعش تقالها، ما ينفعش تقولها، ما ينفعش تعداها. لكن في الاول وفي الاخر، هل النادي الاهلي يا جماعه النهارده واللجنه الاولمبيه الصراع ده جاب حاجه؟ يعني ايه الصراع ده؟ يعني انا كل التلفزيونات داخله اهلي ولجنه اولمبيه على ايه؟ على ايه؟ على يومين؟ على ايه القصه؟ هل الاهلي النهارده اخترق القانون؟ اخترق اللوائح؟ ما احنا عايزين نعرف، بس لو في كده قول لي يطلع لجنه اولمبيه وانا عضو فيها بيان عشان انا ابقى ساند. الاهلي اخترق القانون بماده رقم كذا او البند رقم كذا في كذا كذا كذا، فبالتالي انا اقول ده اهلي، انت غلطان. لكن النهارده الاهلي عمل ايه؟ الاهلي بيعظم دور جماعه عميه. الله، انا عاوز النهارده 160,000 يكونوا موجودين يا شادي عشان يدلوا بصوتهم في الجمعيه، عشان نحب بعضنا يا شادي. عندنا مشكله خطيره جدا. انت هتعرف لو في لقاء حصل، لقاء بموده وحب للبلد وحب للكاس ما بين اللجنه وبين الاهلي، خلصت القصه. خلصت. انا بقول لك في عناد من اللجنه الاولمبيه وفي تكبر من النادي الاهلي. على ايه يا جماعه؟ احنا عاوزين نتحمس ليه؟ لو انا اخدت النهارده قرار مع بعضينا، احنا كلنا موافقين على القرار ده. لكن في قرار بتاخد انت مش موجود، فبالتالي انت ما تعرفش عنه حاجه. ايه راي حضراتكم؟ موقف الاهلي مش سليم. بالمناسبه في اللواء جاسر رياض كان قال نفس الكلام وما توقفش، وكان في الدكتور علاء مشرف مشارك وما توقفش، لكن لما ظهرت كلمه الحق اقوى واقوى واقوى لازم يوقف يلا بسرعه قبل الراجل ده ما يظهر تاني. الراجل سالناه سؤال واضح، مين اللي عمل اللائحه الاسترشاديه؟ قال لك الوزير، كنا بنقول لكم كده ومداخلات في كل مصر. وفي الاخر لا، الاهلي متعاند، الاهلي ضد الدوله، وتطلع تصريحات رنانه كلها كده. والنهارده الاهلي هو اللي موقفه سليم، ادي الكلام. الراجل كان موجود وقال لك جينا وبصمنا. الراجل جه قال لك كلمه الحق، قال كلمة الحق في وقت انتوا مش عايزين تسمعوا حق، في وقت انتوا مش عاوزين تسمعوا حق. قال لك جملة مهمة قوي كنا بنقولها، تعظيم دور الجمعية العمومية، دور اللجنة الأولمبية، اللي احنا ازاي نخلي نسبة قاعدة المشاركة. عارفين الكلام اللي احنا بنتكلمه دايما؟ توسيع قاعدة المشاركة، الشباب ليه دور، مش عارف الجمعية العمومية هي اللي تقول من تجيب مين وتمشي مين، الجمعية العمومية لازم يا جماعة نعظم دورها أكتر من كده، ما صدقنا القوانين طلعت. عارفين اللي هي إيه؟ كلام من وإحنا عندنا 6 سنين بنسمعه، وتيجي على أرض الواقع ما يتنفسش منه أي حاجة. وقفتوا كابتن حمادة ليه؟ حد يقول؟ حد يقول الموظفين اللي شغاله في 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 بعض المناصب داخل اللجنه الاولمبيه مرتباتها عليت ليه عشان بتعمل ايه؟ هنقول كل ده، لكن الاهلي عنده ماتش، هو ده اللي منعنا نتكلم في امور كتير. فموظفين كان بياخدوا 10,000 جنيه في منصب معين تلاقيه 25,000 عشان اتجاهك ضد الاهلي، برافو عليك كمل وشوف. وقف حماده المصري واقعد مع اللواء جاسر رياض، لو اتكلم تاني هيبقى في مشكله. سقط علاء حسب الله، الدكتور علي حسب الله في الانتخابات سقطه عشان ممكن مش هيبقى معانا، ده محسوب على المستشار خالد زين، فلا ده ممكن يبوظ لنا الدنيا ويبوظ لنا اللعبه، صدقونا فاهمين. طب اقول لكم على حاجه وخليكم فاكرين كلامي، ربنا يستر على اللواء سامح مباشر في انتخابات الجودو عضو اللجنه الاولمبيه. عارفين ليه؟ عشان برضه مش تبع، مش محسوبين، ما بيقولش تمام يا فندم، ما بيقولش اتفضل يا فندم، انا معاك يا فندم، خلاص. فاوقف حماده المصري، ده عضو لجنه اولمبيه كدب. قلت له موقف الاهلي قانوني زي ما حضراتكم شفتوا، قال لك موقف الاهلي قانوني 100%، عايز 160,000. افرض الناس دي قررت اللي هي تروح، مش 15,000 اللي راح.
فايه المشكله يوم؟ قال لك ايه المشكله يوم ولا يومين ولا ثلاث ايام ولا اسبوع؟ ما عندناش حاجه تمنع في القانون. انتوا عاوزين ايه؟ ما تسيبوا النادي الاهلي. وغيره وغيره مواقف كتير. عشان كده كمان يعني الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه سمعنا، والراجل عنده كلام مهم نسمعه. الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه معانا على الهاتف، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اهلا بيك يا كابتن شادي، واهلا بقناه النادي الاهلي المحترمه، واهلا بجماهير النادي الاهلي. برحب بحضرتك. وعندنا بعض الاسئله، لان في بعض الامور عايزين نعرفها. او حضرتك كنت عملتوا اجتماع في اللجنه الاولمبيه واخدتوا قرار ضد الكابتن حماده المصري؟ والله الحقيقه انا فوجئت بقرار تحقيق او ايقاف او ما شابه ذلك. يمكن انا بس، انا اسف قبل ما ادخل في الكلام، انا بتمنى التوفيق لفريق كره القدم، لان فريق كره القدم في النادي الاهلي اعتقد انه هيروح تونس وهيرجع منتصر باذن الله. لان النادي الاهلي مش بيمثل النادي الاهلي، لكن بيمثل مصر الحبيبه. بشكر حضرتك على روحك الرائعه. الله يخليك يا فندم، شكرا. ارجع لسؤال حضرتك، انا فوجئت بالكلام اللي انت بتقوله، بالرغم ان انا عضو اللجنه الاولمبيه، ان كابتن حماده امام هيتوقف او توقف. حماده المصري. حماده المصري، انا اسف، انا اول مره اعرف الكلام ده دلوقتي وانا قاعد امام القناه او الشاشه المحترمه بتاعه النادي الاهلي. وبالرغم ان انا عضو النادي الاهلي، عضو اللجنه الاولمبيه المصريه. فكان قبل ما المفروض حماده يتوقف او يتحقق معاه، المفروض على الاقل اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه تعرف اتوقف هيتوقف. طب اوقفه ليه؟ ايه سبب ايقافه؟ وايه سبب ان هو طلع في قناه محترمه وبيقول كلمه حق؟ اعتقد يعني الى حد معلوماتي ان ما فيش قرار طلع من المجلس اللجنه الاولمبيه المصريه اللي انا عضو فيها. تمام، انا عندي بعض الاسئله لحضرتك، واسئله مهمه جدا. سالنا بعضها للكابتن حماده، وعايز استغل وجودك معايا. هو اللجنة الأولمبية هي اللي عملت اللائحة الاسترشادية؟ والله برضو نفس الإجابة اللي قلتها لك على النقطة الأولى بتاعت الكابتن حماده المصري. اللجنة الأولمبية فوجئنا في أوقات كثيرة إن لوائح كثيرة اتعملت. لائحة النادي الأهلي، أنا واحد من أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية، أنا لم تعرض علي ولم أشوفها ولم أبدي رأي فيها خالص. بالرغم ان انا بكرر لحضرتك انا عضو اللجنه الاولمبيه المصري، ما شفتش اي حاجه خالص خالص، ما شفتش لائحه لا نادي اهلي ولا نادي زمالك ولا نادي اسماعيلي ولا اي نادي من الانديه. واللائحه الاسترشاديه مين اللي عملها؟ ما عنديش اجابه، ما اعرفش مين اللي عملها. لا، احنا بنسمع في كل قنوات مصر كلها، ومن سيادة الوزير خالد عبد العزيز، حتى في اخر حوار لي مع الاستاذه لميس الحديدي، وقال كده بالنص ان اللي عمل اللائحه الاسترشاديه هي اللجنه الاولمبيه، وحضرتك عضو لجنه اولمبيه بتقول لي انا ما شاركتش في حاجه. ما انا بقول لك اهو، وانا بتكلم شهاده امام ربنا. لا حجامل النادي الاهلي ولا حجامل الاسماعيلي ولا حجامل الزمالك. انا بشهد شهاده امام ربنا، انا فعلا بامانه ربنا انا ما شفتش اللائحه الاسترشاديه لاي نادي من الانديه. ايه رايك في موقف النادي الاهلي اللي قرر يعمل لائحته او الاجتماع بتاعه الخاص زي ما مكتوب في اللائحه الاسترشاديه على يومين؟ شوف، احنا مصدرنا الرئيسي في لوائح استرشاديه او غير استرشاديه، لوائح مراكز الشباب، لوائح الانديه، لوائح الاتحادات، القانون. القانون لم يرد فيه نص واضح وصريح على ان الناس تعمل، الانديه بالتحديد تعمل انتخاباتها على يوم ولا يومين ولا كده. اعتقد ان ده حق اصيل للجمعيه العموميه. واعتقد برضه في رايي الشخصي ان الاهلي بوضعه ونتائجه وجماهيره وتنظيماته ومجلس اداره محترم، لو قرر يعمل الجمعيه العموميه على يومين، اعتقد انا رايي الشخصي ما فيهاش اي مشكله. كما احنا في وقت بنبحث عن مصر، مش مفيش داعي نختلق المشاكل. نادي الاهلي نادي يعني مش فوق الجميع، لكن الجميع كلنا عندنا سواسي. لكن النادي الاهلي عنده حق
بعدد جماهيره، عنده حق بعدد اعضائه. ليه انا اكوم كل الناس في يوم واحد؟ ايه المشكله ان انا اعملها في يومين؟ ربنا يعني يسره ولا تعسره. وبعدين ما ينفعش يعني النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، يعني انا المفروض ما اعملش مشاكل مع الجماهير دي كلها، مش خوفا من الجماهير، لان الجماهير برضه محترمه، وكل الجماهير النادي الاهلي عايزه مصلحه ناديها، جماهير النادي الاسماعيلي عايزه مصلحه ناديها، جماهير نادي الزمالك عايزه مصلحه ناديها. فانا بدل ما اتعب الجماهير واكومهم في نادي او في مقر صغير لا يتحمل هذا العدد، انا رايي الشخصي ان ما فيش اي مشكله ان هو يعملها على يومين. ايه المشكله يا جماعه؟ ليه نعمل مشاكل؟ حضرتك في البدايه، حضرتك في البدايه قلت لي كلامي اللي هقوله لك اول ما دخلت على الهوا معانا، قلت لي كلامي ده شهاده امام الله هتحاسب عليها. طب ليه التعنت مع النادي الاهلي ما دام حضرتك بتقول لي ما فيش مشكله، في مصالح لاشخاص على حساب اشخاص؟ وارد طبعا، طبعا وارد. طبعا وارد مصالح. ايه هي المصالح؟ ما هو دايما المصالح دي بقى تقبى من وراء الستار. تقبى من وراء الستار. دي مصالح شخصيه، واحنا في الانديه والاتحادات المفروض ما يكونش في اي مصالح شخصيه يا جماعه. يا جماعه في بلد، واحنا في الوقت اللي احنا فيه يعني الناس كلها والرئيس بالتحديد يعني بيبص خطوه لقدام، وهو موجود رئيس الجمهوريه بيدافع عن مصر وسياسه مصر. يوم احنا نيجي نضيع وقت ان انا اصطدم مع النادي الاهلي، اصطدم مع نادي الزمالك، اصطدم مع نادي الاسماعيلي، طب ليه؟ ليه يا جماعه؟ سيدنا محمد قال يسره ولا تعسره. انا بقول لك مره ثانيه، انا مش شايف ان يومين لجمعيه عموميه لنادي محترم وكل الانديه عندنا محترمه لو اتعملت على يومين، ما هو الخطا؟ طيب ما هو الخطا؟ يمكن حضرتك عندك معلومه، انا فهمت كده ده كل اعضاء اللجنه كلامهم زي حضرتك، ده ما بقاش واحد، ده بقى واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. ايه مصلحه الوزاره كده الواضح اللي كلكم بتقولوا اللي انتم ما شاركتوش وما عملتوش اللائحه الاسترشاديه؟ طب ايه، ما هو كده ايه علاقه بقى تعنت الوزير مع النادي الاهلي؟ ايه السبب؟ والله بص حضرتك، اولا انا بحترم رايك وكلامك اللي انتوا، انا صادق 1000%، بس انا اؤكد لك ان انا لا حد قال لي قول حاجه ولا اتفقت مع حد، طالما انت بتقول ان معظم الناس قالت هذا الكلام. مش عايز احلف لاني ما بحبش احلف، لكن انا لم يلتقي بي احد، لان انا كنت داخل انتخاباتي في اتحاد الريشه الطايره ولم اوفق، ومن ساعتها لا يا فندم انا هقف عند دي لو سمحت، انا هقف. لا ما انت بتضحك، لا خلي بالك. لا لما بيقول لك الشباب اللي بيشتغل وعايز فرصه، ففي شباب شرفاء محترمين وعايزين يتعبوا وعايزين يجتهدوا ويجيبوا المعلومات كلها. هسالك سؤال واضح وانت ليك حق ترد او لا، حضرتك سقطت بفعل فاعل ولا لا؟ بفعل فاعل. عايز تقول انا معايا شباب، وانا سني يعني مش كبير قوي، لكن طالما ان انا عندي القدره على العطاء بدي. وانا سنه الحياه، انا مش هفضل كنت رئيس حتى طول عمري. يعني لازم هيجي وقت من الاوقات وهسلم الرايه لشاب من ولادي. كل القطاع الرياضه، انا استاذ في كليه التربيه الرياضيه، واتكيت على كلمه التربيه. فلازم هيجي يوم لازم ادي العصايه لناس اقل مني شباب، وانا في شباب كتير بيشتغل معايا في الاتحاد. لكن انت عارف الديرتي جيم طبعا، لكل الساده المستمعي قناه الاهلي يعرفوا ان الانتخابات ديرتي. انا للاسف الشديد اتلعب عليا الديرتي جيم، وانا كنت يعني انا بسلامه نيه، فانا ماليش في السكك اللي يمين وشمال. وزي ما انت قلت في المقدمه، انا يمكن كنت محسوب على فتره من فترات اللجنه الاولمبيه على شخصيات معينه، لكن طبعا كل فتره او كل حقبه من الزمن ليها ظروفها. فانا مش هفضل طول عمري مع سين وطول عمري انا مع الحق. انا بقول لك علي حسب الله مواطن مصر، شهدت شهاده في كل اوقاتي في التاريخ الرياضي، انا في بدرس في كليه التربيه الرياضيه منذ 40 عام وبخرج اجيال والحمد لله. لكن لما يتلعب عليا جيم ديرتي جيم يعني خلاص ما يعني عنديش مشكله خالص. وانا انا استاذ جامعه، يعني انا مش هسيب الاتحاد وهروح اقعد، انا اسف التعبير، اقعد في الشارع. لا ده انا استاذ جامعه،
لكن للاسف الناس ما بتعرفش يعني ايه استاذ جامعه. طيب للاسف الشديد. طيب هسالك سؤال انا مش مطالب من حضرتك الا غير تقول لي نعم ام لا. اتفضل. حضرتك سقطت في انتخاباتك عشان انتخابات اللجنه الاولمبيه خلاص على الابواب، فممكن يكون صوتك اتشك فيه لما بقاش مع المهندس هشام حطب، سقطت بسبب الكلام ده، نعم ام لا؟ نعم. انا بحترم حضرتك جدا يا فندم، انت صوت حق اخر مع الكابتن حماده المصري، انتوا ناس محترمه بجد، الشخصيات اللي زي حضراتكم هي اللي نتعلم منها ونسمعها ونحترمها. ده حقيقه. في زمن كلمة الحق هتفضل موجودة طول ما الشرفاء اللي زي حضرتك وكابتن حمد المصري وغيره وغيره وناس كتير، عشان احنا عايشين مع ناس كتير محترمة اكيد. لكن الحاجة الأخيرة، الحاجة الأخيرة اللي عايز اسمعها من حضرتك. اتفضل يا فندم. لكل واحد اتكلم علينا ربع كلمة، دي حاجة تمسنا احنا شخصيا. مرة تانية وتالتة ومليون. النادي الأهلي انحاز لجمعيته العمومية والاسم النادي الأهلي الكبير. ده صح الجملة اللي أنا بقولها دي ولا مش صح؟ صح. حقه. حقه النادي الأهلي لازم ينحاز للنادي الأهلي. جمعيته العمومية ولازم ينحاز لمجلس إدارته. يعني النادي الأهلي طبعًا بنتائجه باسمه بجماهيره مش محتاج حد يتحاز، هو اسمه منور. اسم الزمالك منور، اسم الإسماعيلي منور. معلش أنا بقول الإسماعيلي كتير لأن أنا أهلاوي. ما انا ما حاول مع حضرتك اتفضل. انا وحضرتك بتتكلم بسترجع كلام الكابتن حماده والحلقه معاه، لان الظلم ده بيبقى حاجه صعبه جدا جدا جدا. الحاجه اللي اتقال لجنه فض المنازعات، وحضرتك عضو لجنه اولمبيه، شاركت في الاسماء اللي هتبقى موجوده في لجنه فض المنازعات عشان تقول المفروض بترجع للمجلس عشان تاخد قرار. قعدوا معاك وقالوا لكم مين اللجنه؟ انا اسماء، لو قلت لي اسمائهم مين هقول لك معرفش. يعني ايه؟ انا من يعني لم انا سمعت وشفت في ورق مكتوب فيه لجنه فض المنازعات برئاسه السيد المهندس هشام حطب. حتى في ناس كتير اعترضت على ان رئيس اللجنه هو رئيس. هو ينفع يبقى هو الحكم والقاضي؟ طب مين اللي عين اللجنه؟ مش عارف. طبعا هو برضه رئيس اتحاد، حد محترم، اتحاد التركية، والمهندس هشام حضر راجل على اخلاق وكل حاجه، انما بوضعه كرئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس لجنه فض المنازعات لو حصل مشكله في اتحاد الفرسي. هياخد قرار فيها ازاي المهندس هشام حضر؟ احترامي دي. طيب انا باخد منك بس ايه، بشوف الكلام كله ماشي مع حضرتك خطوه خطوه. هو سياده الوزير معين حد معاك وبدون ذكر اسماء داخل اللجنه، والحد ده بياخد خمسة، المعلومه اللي عندي بياخد 25000 جنيه واللي قبليه كان بياخد 10000 جنيه، صح كده ولا انا؟ احتمال كبير وارد، احتمال. طب مين بس مش عايز ادخل حضرتك في حاجات صعبه جدا لان المعلومات عندنا. طيب هو مين اللي كان المدير التنفيذي السابق للجنه الاولمبيه؟ اللي كان موجود شخصيه كانت جميله وكان ماسك رئيس جهاز الرياضه الكابتن مسعد ابو الرجال. الكابتن مسعد؟ مسعد ابو الرجال. ابو الرجال. اه. حضرتك لما بتبقى عضو لجنه اولمبيه بيتعرض على حضرتك المرتبات. حضرتك الكابتن مسعد كان بياخد كام؟ المسعد كان وقتها بياخد 12000 جنيه. 12000 جنيه. واللي موجود دلوقتي على حد علمنا بلاش حضرتك تقول 25000 جنيه، ازاي الفرق ده؟ هلا المعلومه دي انا ما اعرفهاش، انتوا ليكم مصادركم طبعا، لكن المعلومه دي انا ما اعرفهاش. لو عارف كنت هقول لك. تمام. عايز تقول حاجه اخيره يا فندم؟ انا عايز اشكرك وعايز اشكر قناه النادي الاهلي المحترمه، وعايز اتمنى التوفيق من كل قلبي في مباراه الترجي التونسي، وكل دعوات المصريين لفريق الكره في النادي الاهلي، والنادي الاهلي قلعه كبيره، قلعه محترمه، وبكرر مش الاهلي بس، في انديه كثيره محترمه، في انديه كثيره الحقيقه تحترم جمعياتها العموميه، وده اللي بيعمله النادي الاهلي، بيحترم مجلس اداره، بيحترم جماهيره، بيحترم جمعيه العموميه. دكتور حضرتك حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ طبعا كلام حضرتك بالنسبه لنا شهاده حق، وكلام حضرتك خطير جدا جدا اللي قلته، زي كلام الكابتن حماده، اكيد احنا لينا تعليق.
لكن لو حابب تضيف اي حاجه تانية يا فندم اتفضل. لا انا بشكرك وبس بكرر ان انا كابتن حماده انا شهور طويله ما شفتوش ولا اعرف عنه. كابتن حماده شخصيه مؤدبه وشخصيه متدينه، لان في بعض الاوقات اذاعوا عنه شخصيا هو اخبار مش سليمه، لكن انا بؤكد ان هو كان لعيب في الاسماعيلي وكان لعيب في الاهلي، شخصيه مؤدبه جدا وشخصيه محترمه جدا كجميع اللاعبين المصريين. طبعا اشكرك الحقيقه الكلام اللي انت قلته، وباكد المره الثانيه والثالثه ان انا ماليش اي اتصال بالكابتن حماده، كان بنحضر في اجتماعات اللجنه الاولمبيه فتره الدوره اللي قبل دي، والدوره دي يعني تلاقينا اوقات قليله لكن ما تلاقيناش لفترات طويله. الكلام اللي انت حضرتك تقوله ان انا بنفس الكلام، فانا زي ما قلت لك انا شهاده حق لا اجامل فيها احد. دكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه، بشكر حضرتك جدا جدا على الكلام المهم اللي قلته لنا النهارده، وبيأكد اللي فيه دايما شرفاء بيدوروا على كلمه الحق في وقت ضاع فيه الحق. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ايه راي حضراتكم؟ مش ده دور الاعلام؟ ايه راي حضراتكم؟ اقالوا او جمدوا او قولوا زي ما تقولوا كابتن حماده المصري عشان قال كلمه الحق، قال ما شاركناش في حاجه وده تعنت ضد النادي الاهلي، ما عملناش اللائحه الاسترشاديه. أكد على كلامنا الدكتور علاء مشرف وكان بيشارك، ولو وأكيد النادي الأهلي لو موقفه غلط ما كانش شارك وهو عضو اللجنة الأولمبية. كمان اللواء جاسر رياض مكالمة موجودة هنا معانا، وكمان تسجيل صوتي بكلمة اللي بيعمله النادي الأهلي صح 100%. النهارده كمان مفاجأة بالنسبة لنا، الدكتور علي حسب الله بيدخل يقول كلام خطير، بجد كلام خطير، ما بيشاركوش الأعضاء في أي حاجة. النهاردة بنتكلم في 5-6، بنتكلم في 5-6 بيقولوا الكلام ده. لا أنا فخور اللي أنا أهلاوي، فخور اللي كنت واقف جنب نادية، فخور اللي كنت بقول كلمة الحق وبتظهر النهاردة، فخور بكل موقف أخده النادي الأهلي عشان إحنا كنا صح، وحزين على كل واحد أهلاوي بعد الكلام اللي أنا سمعته في الحلقة النهاردة وقبل كده، اللي هو يتخلى عن نادي ويضعف موقف نادي، ما أقدرش أقول غير كده والله، دي الحقيقة. أنتوا حضراتكم اللي بتسمعوا زي أنا أقدر أقول لعضو لجنة أولمبية تقولي ولا تقولش إيه، ده الناس بتتصيد لنا الأخطاء، لكن اللي عنده ضمير وبيدور على الحق يلاقي ربنا بيكرم حتى في شغله. عشان كده ربنا بيكرمنا وكل حلقة سبحان الله بتظهر الحقيقة، بيظهر قد إيه دولة الظلم مش هتنفع. طيب هقول إيه على اللي أنا شفته ده كله. أتمنى من النادي الأهلي بكل قوة تجيب كلام الكابتن حمادة المصري. هتقول لي آه بتملى على ناديك، آه بملى على نادية، لازم أملى ولازم أقول ولازم نتحرك بمنتهى السرعة، بس بعد ماتش الترجي. أنا آسف مرة تانية، شعاري أنا وفريق العمل ما نخرجش عن نطاق اللي فيه ماتش مهم، لأن هو ده مبادئ النادي الأهلي الحقيقية، مفيش كلام في أي حاجة تاني، لكن الموضوع مهم، الموضوع فيه اللي أنت بتنصره الحق، وفيه شرفاء لازم الراجل وقفوه عشان قال كلمة الحق هنا جوه بيتنا قناة الأهلي. طب النهارده بقى الدكتور علي حسب الله عضو اللجنه الاولمبيه ما تستبعدوش هيقفل معانا يجي له تليفونات حضرتك موقوف. طب هتعملوا ايه مع الناس كلها؟ هتوقفوهم وتسقطوهم؟ انا الحاجه الوحيده اللي مستنيها وهبقى بتموتني بالضحك كده اللي الاقي بعد ساعه داخل معانا هشام حطب وبيقول لنا اللي عمله النادي الاهلي صح. والله ده اللي ناقص. انا مستني مكالمه كمان بعدها من السيد وزير الشباب والرياضه بعد اللي بيسمعه ده يطلع يوضح موقفه ويقول اللي عمله الاهلي صح وهنحل الموضوع خلال ايام. بجد في علامات استفهام. فمن هنا يا مجلس اداره النادي الاهلي بنديكوا هديه، السي دي بتاع الكابتن حماده المصري المحترم اللي قال كلمه الحق، السي دي بتاع الدكتور علي حسب الله النهارده معانا في الحلقه كمان، وقبليهم اللواء جاسر رياض والدكتور علاء مشرف. وانا بقول لكم
واللواء سامح مباشر اللي قريب قوي هتسمعوا خبر مش لطيف عنه، الراجل ده خدم الرياضه بشكل كبير جدا ورمز، فبالتالي واخد الكلام ده واحطه لجهات سياديه. تعالوا شوفوا يا جماعه المؤسسه الكبيره النادي الاهلي بيحصل فيها ايه، عمرها ما بتخترق القانون. عارفين في الكواليس بيحصل ايه؟ النادي الاهلي ضد الدوله، ويطلع المشبوهين، هفضل اقولها ليوم الدين ما بنخافش من حد، المتواطئين وهنقول اساميكم، والمفاجاه قريبا جدا لكل جماهير النادي الاهلي. وفي يوم من الايام لو في اهلاوي انتقد نجم بيحب وفرحه بشده، انا عارف اللي هيبقى فيه اعتذار، لان الشباب اللي معانا المحترم فريق العمل ما بينامش وبمنتهى القوه بيشتغلوا عشان نرفع رايه الحق ورايه النادي الاهلي العظيمه اللي عمره ما بيخترق بيها القانون. والنادي الاهلي الكل لازم يفهم اللي هو مؤسسه كبيره وعريقه خدمت كل المنتخبات الوطنيه في كل الالعاب، ومنها قلتها لكم قبل كده وهقولها النهارده، النادي الاهلي النادي الوحيد بيفتح كل الملاعب والصالات بتاعته في الالعاب الجماعيه بدون مقابل للمنتخبات الوطنيه، وده مش دور وطن؟ وفي الاخر في الكواليس بنتهدد بنتهدد، صدقوني ايه ده، ده مش ضد الدوله، ده الدوله عايزه يمين عايزه شمال وعايزه يمين. ما بيحصلش، بيحصل الحق اللي انتوا شفتوه، بيحصل الحق. انا متفاجئ، انا بجد متفاجئ من كلام الدكتور علي حسب الله، متفاجئ، فاجئني اكتر واكتر في امور. الراجل قال لك انا ربنا هيحاسبني، ما عنديش غير كلمه الحق اقولها. فيا مسؤولين يا داخل النادي الاهلي، في شهاده من اللجنه الاولمبيه ذات نفسها اللي هي جريت بسرعه وما كانتش بتخاطبك ابدا بفاكس رسمي، كانت بتخاطبك عن طريق السوشيال ميديا، وكانت بتخاطبك عن طريق الفزاعات، كانت بتخاطبك عن طريق المنتفعين، كان بتخاطبك عن طريق المنتفعين، بالونه اختبار وخش يلا زودها وشوف ردود الفعل هتبقى عامله ازاي. في ناس ريحتها فاحت. ما عنديش كلام غير اقوله مره ثانيه، الكلام ده لازم يبقى مرفق من مجلس اداره النادي الاهلي لاعلى السيادات في الدوله. أنا هقفل الملف دلوقتي مؤقت، لكن لازم تعرفوا إن كلمة الحق ربنا نصرنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، ولسه في حاجات كتير هنقولها، لأن دايما بقول لكم جملة مهمة لازم كلكم تقولوها زينا، الأهلي أهم. الأهلي أهم من الأشخاص وأهم من الأفراد، الأهلي هو اللي عمل أسامي الناس دي كلها، أسامينا كلنا كلنا. الاهلي اللي خلى الناس تعرفنا، والاهلي اللي خلانا في المكانه دي هنا، لكن محدش بيمن على حد، ومحدش بيروح مكان عشان حد بيمن عليه، ومش مستنيين، بقولها المره المليون مره المليون، مش مستنيين اي حاجه تتقال لنا ولا تملى علينا غير كلمه الحق اللي انتم شفتوها النهارده، ومش مننا، من اللجنه الاولمبيه. مره ثانيه عشان الكلمه دي انا اتبسطت منها قوي، انا منتظر المهندس هشام حطب يطلع علينا ويقول لنا الاهلي كمان عنده حق زي ما زمايلك في المجلس قال. ده اللي هتبقى كمان المفاجاه الكبيره بالنسبه لنا، ويبقى انت اكيد اكيد ساعتها هتنتصر، هتنتصر للحق صدقني. لكن المفاجات اللي احنا شفناها واسعدتنا اسعدتني انا على المستوى الشخصي، عشان كده هروح بقى للمستحيل مش اهلاوي ونرجع للمباراه، بس بجمله واحده يا أعضاء الجمعية العمومية، حضراتكم سمعتوا الكلام اللي اتقال من أشخاص محترمة ما بتخافش من حد، ناس فعلا ملهاش أي مصالح. يا أعضاء الجمعية العمومية حضراتكم سمعتوا الكابتن حمادة المصري والدكتور علي حسب الله النهارده الاتنين أعضاء في اللجنة الأولمبية بيقولوا لنا إيه. يا جماهير الأهلي في كل مكان، يا اللي كنتوا في البعض بينظر إزاي الأهلي يعمل كده ويتحدى القانون، اهي الناس اللي قالت. الحمد لله على نعمة الاهلي، وطول ما الاهلي بيدخل اي قضية وعنده حق فيها ربنا هينصرنا ان شاء الله. نرجع المستحيل مش اهلاوي، لكن عندي كليب كده حلق يا نسر الاهلي في العالي.
اللعيبه تسمع الكلام ده، لان روح الفانيلا الحمراء بتتقال اكتر من مره، والكلام اللي في الاغنيه دي بالذات بيأثر في كل اهلاوي، ولما بتتقال في المدرج من جماهير الاهلي بيخلي اللعيبه تنتفض. نروح نسمع. في اقدام اللاعبين ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفق كل لاعبي النادي الاهلي. وجاي لنا رسائل كتير جدا جدا على صفحتنا، وكل جماهير الاهلي بتوجه رساله، بتوجه لكم رساله لكل لاعبي النادي الاهلي، كلنا وراكم، كلنا معاكم، والكل بيقول لكم المستحيل ليس اهلاوي كمان في الهاشتاج اللي احنا عاملينه، رسائل كتير جدا بعد شويه هقراها لحضراتكم. ولكن دلوقتي نطلع لتقرير ان الأهلي لا يعرف المستحيل، ده مهم جدا يوصل لكل جماهير الأهلي في كل مكان. رجال لا يعرفون المستحيل، لا يلعبون سوى على الفوز في جميع المواجهات، لا يخشون من أي منافس مهما بلغت قوته وتاريخه، يتركون علامات في جميع ملاعب القارة السمراء تدل على أنهم مروا من هنا. لديهم تاريخ عريض من تحويل كافة المواجهات المحسومة مسبقا لصالحهم، وهو ما جعلهم يشكلون رعبا لكل الأندية المنافسة التي تتجنب الوقوف أمام قطارهم السريع الذي يدهس جميع من في طريقه من أجل الوصول إلى هدف واحد لا يعرفون سواه، ألا وهو الفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير الغفيرة التي كثيرا ما رقصت وتغنت ببطولات هؤلاء الرجال الذين تعاقبوا على ارتداء قميص الأهلي والدفاع عن شعاره. رجال الأهلي على موعد جديد مع صفحة من صفحات التاريخ الذي يروي عبر صفحاته الكثير من البطولات لهؤلاء الرجال، وذلك حين يلعبون مع الترجي التونسي السبت المقبل على الملعب الأولمبي برادس في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التي لابد أن يفوز بها المارد الأحمر أو يتعادل إيجابيا بأكثر من هدفين من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي،
وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب برج العرب السبت الماضي بهدفين لمثلهما. 11 راجل في الملعب، أهلاوي، 90 دقيقة على المكسب، أهلاوي. 11 راجل في الملعب أهلاوي، هتافا طالما رددته الجماهير الحمراء من أجل حث اللاعبين على بذل أقصى جهد لديهم، وهو ما تتمناه الجماهير في مباراة السبت المقبل، لا سيما أن تاريخ مواجهات الأهلي مع مضيفه التونسي يصب في مصلحة الأول، فضلا عن إقامة المباراة على ملعب رادس الذي يعد تميمة الحظ بالنسبة لأبناء مختار تيتش بعد أن كان شاهدا على لقبين من الثمانية ألقاب الذين توج بهم البطل المصري، آخرهما كان عام 2012 أمام المنافس ذاته في ليلة صمتت فيها جماهير أبناء باب سويقة ولم تتحدث فيها سوى أقدام نجوم الأهلي الذين تفوقوا بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد ناجي جدو ووليد سليمان، وهي المرة الثانية التي يخطف خلالها أبطال مصر الأميرة الأفريقية من قلب تونس بعد أن فعلها الساحر محمد أبو تريكة للمرة الأولى أمام الصفاقس التونسي عندما حولت يسراه مسار البطولة إلى القاهرة في اللحظات الأخيرة. جماهير الأهلي تنتظر من الفارس العودة ببطاقة الصعود من تونس واستكمال رحلة البحث عن التتويج بالثلاثية بعد الفوز بالثنائية المحلية الدوري والكأس، وهي المهمة التي يقدر عليها أبناء المدرب حسام البدري الذي يقدم موسما استثنائيا مع المارد الأحمر. ارفع راسك فوق، ما ينفعش اي حد بيلبس فانيلة النادي الاهلي او منتمي للنادي الاهلي ينزل لتحت كده ويهمد ويبقى الامور بالنسبه له صعب. الاهلي علمك حتى وانت بتشجعه ترفع راسك لفوق، لان تاريخك كبير مليان انجازات ومليان بطولات. هنروح وهنسافر وهنكسب بدعم الجماهير بدعاء الجماهير هنا في مصر. تاريخنا كبير قوي يا جماعه، ما ينفعش ان احنا ننزل راسنا ابدا، لان الاهلي كمان علمك وعلمني وعلم كل اهلاوي اللي انت ترفع راسك لفوق، لان انجازاتنا كبيره وبطولاتنا كبيره وتاريخنا كبير محدش يقدر يشكك فيه غير حاقد. وياما في مواقف كتير وبنتكلم كده مع جماهيرنا، النادي الاهلي هو اللي بيبتدي، هو ضربه البدايه في روابط، هو ضربة البداية في انضباط، هو ضربة البداية في عقود، هو ضربة البداية في نظام، هو ضربة البداية في الالتزام والانضباط في كل حاجة وفي الأخلاق. يا جماعة عايز أعلق على جملة وده وقتها، وأنا آسف مش عايز أخرج كتير في الحلقة، لكن اوعوا تفكروا السكوت ضعف، لأن احنا كبار قوي وأقوياء قوي بجمهورنا ومساعدته وبجمعيتنا العموميه وبكل حاجه. صدقوني السكوت مش ضعف، لكن السكوت على اي مواقف غريبه وصعبه السكوت ده احترام، لان الكبير ما بيتكلمش كتير. الكبير كبير بيقعد يتفرج كده يبقى ذكي، ده ذكاء صدقوني. لكن تيجي تقول لي لا سامع الشتيمه مش عارف الشتيمه، يا احنا بنشتم، احنا بنطلع الحقايق مش بنشتم، وهتطلع الحقايق صدقوني. لكن اشتم اهاجم نرد بمنتهى القوه وبنفس الاخلاقيات، لا ما تعودناش على كده ومش هنبقى كده، مش هنبقى كده. مهما اتقالت قال السكوت بالنسبه لنا مش ضعف، هو ذكاء وقوه، للي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجه. وكم حد سمعته في كم مليون مره مش عارف ايه وهنعمل ايه وهنسوي ايه وفي ايه وفي الاخر كله هوا، بتلاقي كلام الاهلي هو اللي بيمشي. مش هلعب الماتش ده لان حقي مش هلعبه، مش ده ما ماتشي انا اللي اختار فين، والاهلي كلامه مشي عشان هو الحق معاك
فده كان مهم جدا وتوقيته اللي انا اقوله دلوقتي، خصوصا اللي بشوف ناس بصراحه انا قلت الكل بيساند وكل، لكن ما ينفعش تبقى راسك تحت. لا انا كبير قوي وعندي بطولات كتير قوي وعندي مواقف العالم كله محتاجه مجلدات اللي هي تتكتب فيها. ده الاهلي يا جماعه، ده الاهلي. وهنا رسالتي مره واثنين وثلاثه للاعبين برضه، اعمل اللي عليك، قاتل جوه الملعب بروحك، تبقى مش واحد. ابص كده هتحس في بدايه المباراه للاهلي ده ما بيلعبش 11، ده بيلعب اكتر من 11. مش هروح لتصريحات مدير فني قال ايه، مش عارف مين موجود ومين مش موجود، لان سنه الحياه للدنيا اجيال بتلعب وبتمشي وبيجي جيل تاني يحقق بطولات. لكن الاهلي وانت بتلعب الاهلي عليك ان انت تبقى حذر من غير ما نتكلم كتير. فعشان كده بنثق في اللعيبه لان هي اللي هتلعب المباراه ال 11 اللي هيبتدوا، بنثق فيهم. كل يوم بنقول الكلام ده وكل يوم بنقول التوعيه لكل الجماهير، والجماهير واعيه بطبعها وواقفه جنب فرقتها. دلوقتي هنروح لفقره رد الجميل مع الكابتن ممدوح النور نجم كره الطائره، لان ما نقدرش برضو ننسى اي حد، واللي بيحتاجنا احنا اللي بنروح له بمنتهى السرعه، وكمان دورنا في برنامج كره والجماهير اللي احنا مع جمهورنا ومع نجومنا، محتاج حاجه بنروح له، وكمان نكرم نجومنا وكل واحد تعب في فقره موجوده معانا في 100 سنه اهلي، بنكرم فيها كل الناس، وده واجب علينا، وده واجب علينا، لان الجيل ما بيبقاش واحد او اثنين او ثلاثه، الجيل بيبقى مقيد 30، فال 30 لازم موجودين، وهي دي ثقافتنا في البرنامج. دلوقتي النهارده معانا فقره رد الجميل مع الكابتن ممدوح نور نجم كرة الطائرة، وبعدها استقبل اتنين من نجوم النادي الاهلي اللي حققوا بطولات وانجازات ويابان وافريقيا، الكابتن امير عبد الحميد والكابتن احمد عادل. نسالهم خايفين على النادي الاهلي ولا لا، الاهلي قادر ولا مش قادر، كل ده هيبقى مع ضيوفي الكابتن امير عبد الحميد والكابتن احمد عادل. بدأت ألعب كرة طائرة وأنا في ابتدائي في المنصورة، ولما جيت القاهرة في ثانوي لعبت في التوفيقية الثانوية وفي السعدية الثانوية. أحد المدربين شافني وأنا بلعب في نهائي الجمهورية بين السعدية والإبراهيمية، فاختارني عشان ألعب في نادي الترسانة، ورحت فعلا نادي الترسانة معاه، لعبت سنة وكنت بلعب حاجة اسمها درجة تانية، ما كانش فيه أعمار سنية، كان في أولى وثانية وثالثة. ومن الترسانة جيت على هنا سنة 57، ولعبت أنا فرستين من 57 لغاية 68 تقريبا. وأحلى أيام حياتي في النادي الأهلي. أنا ماسك قطاع سادات من 97 لغاية دلوقتي، كان الكابتن رؤوف عبد القادر المدير الفني بتاع الفريق. هو الحقيقة يعني له فضل عليا، لأن كنت انقطعت فترة عن النادي، اللي هو اللي اتصل بيا وجابني عشان امسك معاه في قطاع البنات، وحققنا نتائج هايله الحقيقه يعني. يعني في عهده تقريبا خدنا بتاع 9-8 بطولات افريقيا يعني، يمكن اكتر كمان، وعرب 6 مرات اللي اتلعبوا احنا خدناهم. بعد مرحله الكابتن رؤوف جه مرحله الكابتن الله يرحمه الكابتن جمعه عبد الحميد، ده من ابنائي برضو جمعه الله يرحمه، وبس ربنا ما اسعفوش انه يطول يعني، فانتقل الى رحمه الله وحل محله كابتن حمد الصافي. بعهد حمد الصافي خدنا 2 افريقيا وواحد عرب، وطبعا كاس والدوري كنا على طول يعني في مصر بناخدهم يعني. اصعب موقف بالنسبه لي انما الى علمي انهم في الخيد في السنه الجديده في الخيد انهم شالوني من الليستة عن طريق احد المدربين، لا داعي لذكر اسمه، اللي وقف جنبي ورجعني للخيد في الليستة دي الوحيد اللي هو سيد مصطفى
كابتن التيم في ذلك الوقت، كان سكرتير اللعبه في الوقت ده، وده موقف مش هنساه له طول عمري يعني. انما ما تعرضتش لمواقف صعبه في النادي الاهلي كتير، لان النادي الاهلي الحقيقه مش مخليك محتاج حاجه، كل حاجه انت عايزها بتلاقيها، فما فيش مواقف صعبه. كنا في حاجه كانت مهمه جدا، كنا اصحاب قوي احنا ولاعيبه نادي الزمالك، وبنتظاهر كتير جدا، لدرجه ان انا وانا سكرتير اللعبه جبت الكابتن نبيل قطب كابتن نادي الزمالك ودرب النادي الاهلي، وجبت بعديه كابتن الله يرحمه عصام الوشاحي من الزمالك ودرب النادي الاهلي، فالعلاقه كانت جميله، ما كانش فيه التعصب الاعمى اللي احنا شايفينه دلوقتي. والحقيقه كابتن نبيل برضه نبيل قطب كتب تقرير قبل ما يمشي ويروح الكويت ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على الزمالك لمده 10 سنين، وقد كان حصل فعلا. اللي من التاريخ ده لمده 10 سنين احنا واخدين بطوله الدوري والكاس. اسعد اللحظات لما كرمت انا وامثالي في النادي الاهلي في عهد الكابتن صالح سليم الله يرحمه، لان احنا انا بشتغل في النادي الاهلي منذ ان اعتزلت لغايه النهارده متطوعا، ما باخدش اجر. فهو كان دايما عمل حاجه حلوه قوي الكابتن صالح، الحقيقه كان بيجي اخر سنه ويعمل حفله للمتطوعين في اللي ماسكين الالعاب المختلفه ويديهم هديه رمزيه، مره جنيه دهب مره سلسله دهب مره مش عارف ايه حاجه كده، وعمل بطاقه لكل متطوع في النادي يحضر بيها ماتشات النادي الاهلي من المقصوره الرئيسيه في الكوره. فيها واقعه حصلت كده، كان الله يرحمه اللي هو عاطف رزق كان مدير النشاط الرياضي، كان في موقف في الانتخابات مش مع الكابتن صالح، كان مع الفريق الله يرحمه فريق مرتجي، عشان اوريك عظمه الكابتن صالح. ونجح الكابتن صالح وراح معين عاطف الرزق مدير نشاط رياضي. ليه يا كابتن؟ كان ضدنا في الانتخابات، هو راجل كويس طبعا، مش عايز عاطف الرزق ده من الشخصيات اللي يمكن تنسى يعني. مسك بعد كده مدير عام النادي يعني. قال لي معايا ولا ضدي؟ كفء ولا مش كفء؟ قلت له كفء طبعا. قال لي خلاص، موضوع معايا ضدي دي موضوع تاني خالص. ودي حاجة تحسب للراجل يعني. أنا في النادي الأهلي ما يعني ما مش متصور إن أنا ممكن أغيب عنه في يوم، وأنت طبعا حضرتك بتشوف إن أنا كل يوم يعني. أنا اتربيت هنا أصلا يعني، أنا جيت هنا وأنا عندي 17 سنة يعني تقريبا في الحدود دي يعني. أنا جمهور أشكره جدا في لما جالنا في نهائي البطولة العربية ضد المجمع الجزائري وكسبنا 3-0، وكان السبب الرئيسي في المكسب الجمهور. الرسالة الثانية عاوز أبلغ شكري وامتناني لإدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي، لأنها الحقيقة ما بتبخرش علينا بحاجة مهما كان اللي موجود فيها يعني، ناس أهلاوية قلبا وقالبا، واللي أنت بتعوزه بينفذوه لك على طول.
برحب بحضراتكم من جديد. ودلوقتي فقرة الضيوف. الضيوف أصدقاء بطولات وذكريات جميلة كان كلها إنجازات جماهير الأهلي مستحيل تنساها. معايا اتنين من نجوم النادي الأهلي أرحب بيهم لأن عندي كلام كتير جدا جدا يكلمونا فيه النهاردة، وهم الاتنين على المستوى الشخصي والإنساني أشخاص رائعين محترمين الكل بيحبهم، سواء وهم موجودين داخل النادي الأهلي وحتى لما خرجوا ليهم كل الاحترام والتقدير من جماهير النادي الأهلي. كابتن أمير عبد الحميد ابن من أبناء النادي الأهلي، تاريخ كبير، كنت موجود مع جيل واحد من أفضل الأجيال أو جيل مكمل للأجيال السابقة للنادي الأهلي، حقق بطولات وإنجازات مع النادي الأهلي. أمير برحب بيك. أهلا بيك كابتن شادي، طبعا برحب يعني بيك طبعا، و قناة يعني بيتنا ونادي نادينا ومحتربينا فيه، وياما خدنا بطولات الحمد لله، وانا سعيد جدا انا موجود النهارده معاكم ومع طبعا كابتن احمد عادل، ان شاء الله يبقى حلقه كويسه ان شاء الله. كمان خلوني ارحب بالكابتن احمد عادل، ما بنشوفوش في الاحلام كتير، كنت موجود مع جيل محترم حققته انجازات كبيره جدا. انا اتذكر اكيد هدخل في الموضوع من البدايه قبل ما ارحب بيك، حتى مشاركاتك في المباريات الصعبة جدا جدا هنتكلم في كل ده، لكن برحب بيك وسعيد اللي انا بقالي مدة كبيرة ما شفتكش، وسعيد اللي انت معايا النهاردة. طبعا كابتن شادي انا سعيد ان انا معاك وعلى شاشة كبيرة زي شاشة النادي الاهلي، ويمكن زي ما قال امير الحمد لله وحضرتك قلت ان احنا الحمد لله حققنا انجازات كبيرة مع النادي الاهلي، وانا سعيد ان انا موجود معاك ومع كابتن امير، وان شاء الله تبقى حلقة خفيفة على السادة المشاهدين. قبل ما اتكلم في اي حاجة، امير بيهتم بالتفاصيل، هتلاقيه بيقف قدام المرايه زي ما هو بيلعب بالظبط، والبدله واللبس والموضه وبتاع ما تغيرش صح؟ زي ما هو امير. امير وحشني امير كتير، وانت من الشخصيات المحترمه للامانه، وانا اعلم قد ايه اللي انت مش عاشق للنادي الاهلي، انت كام سنه، سنين طويله من قطاع الناشئين لغايه يعني عمر مع النادي الاهلي. امير والله كابتن شادي يعني يمكن انا يعني تقريبا اتولدت في النادي الاهلي، انا كان عندي عمري 10 سنين وانا موجود في النادي الاهلي، دخلت اختبارات عادي والحمد لله من اول مره كده الكابتن اكرامي كان اختارني وكابتن سايس وكابتن عبد الصمد، من ساعتها لحد 2010 انا موجود في النادي كلاعب في النادي الاهلي، ولكن طبعا انا موجود يعني مساند للنادي الاهلي ومن عشاق النادي الاهلي، وانا بره سواء لعبت في كذا نادي لكن انتمائي الاول والاخر للنادي الاهلي، وكل الناس عارفه كده، ودايما النادي الاهلي اتمنى له ان هو في كل البطولات اللي هو يدخل فيها ياخدها، وطبعا النادي الاهلي غني بالبطولات وعودنا ان احنا ناخد بطولات، وعودنا في وقت الشده ان احنا مهما كانت الظروف ان احنا نلعب على المركز الاول او على البطوله، حتى واحنا صغيرين حتى واحنا في الناشئين ما فيش حاجه اسمها مركز تاني، حتى المكافئات او اي حاجه يقول لك لا تاخد مركز اول، فاحنا من واحنا صغيرين متربيين على اساس ان احنا في المركز الاول دايما. يعني احمد برضو انت كنت موجود، واللي ما حدش يعرفه اكيد احنا زمايل واكيد قعدنا مع بعض بعشره عمر وقعدنا مع بعض اكتر ما قعدنا في بيوتنا، دي حقيقه يعني. صح اكيد. جيت النادي الاهلي في بعض المباريات كنت تشارك فيها وكانت تبقى سهله، نلاقي احمد عادل بيلعب زمالك، نلاقي احمد عادل بيلعب اسك في اسك، مباراه مهمه في افريقيا بره حاسمه لازم تكسب، كان مستر مانويل يختار احمد في مباراه الصعبه جدا جدا جدا، متذكر الكلام ده؟ اكيد يا كابتن شادي، يمكن زي ما انت بتقول يمكن انا مش هنسالك طبعا اللي انت عملته معايا الفتره اللي انا كنت موجود فيها وككابتن للفريق، وانا على المستوى الشخصي طبعا بحبك جدا من اللي انا شفته منك واحنا داخل النادي الاهلي، كنت سبورت ليا على طول، كنت مساند ليا على طول، حتى زي ما انت ما بتقول انا كنت بلعب الماتشات الصعبه اللي بره، لكن كانت كل الناس بتقول مثلا ان احمد عادل بيترمي في النار او بيلعب المباريات الصعبه، لكن هي ما انا ما كنتش شايفها كده خالص، انا كنت شايفه ان اي فرصه لازم تجي لي لازم ان انا امسك فيها، هو ده اللي انا اتعلمته جوه النادي الاهلي، كان مع مستر مانويل طبعا كل الناس تقول لي ده بيلعبك المباريات الصعبه، لكن انا شايف ان هي من الراجل كانت ثقه فيا، لان طبعا ما فيش مدرب عايز يخسر. كان في الكواليس كده قول لنا يعني مثلا قبل ما تلعب معاك خصوصا كان بيقول لك ايه في الكواليس اللي انت هتلعب مباراه، يعني مثلا احمد عمل مباراه جامده جدا في الدوري، جه اللي بعدها خرج، انا متذكر الموقف ده حتى رحت له في التلاته، وهو راح للليسته فلقى اسمه مش موجود، فالطبيعي عندنا مباراه اسك بعدها، يعني لعب مباراه كان هايل فيها جدا ومستر مانويل اشاد بيه في الاجتماع،
وبعد كده الليستة بتاعت مباراة الدوري هو مش موجود وعندنا اسك في اسك. فروحنا بقى الطبيعي اللي هو مش هتلاقيه ما لعبوش في الدوري. روح لقينا احمد في التشكيل هو بص كده هو بتاع الماتشات الصعبة عادي. فاكر لا الموقف ده كنت ما كنتش بلعب ثلاث ماتشات في الدوري ورحنا اسك فانا فوجئت ان انا في التشكيل يعني انا ناحيه اليمين وجلبرتو ناحيه الشمال والضغط اللي علينا كان ان فرقه اسيا كانت رطوبه هناك كانت صعبه جدا كانت رطوبه والملعب اتفرجنا على الملعب قبلها بيوم كانوا بيلعبوا عليه رجبي قالوا لنا انتوا هتلعبوا على الملعب ده واسيا بقى لها 14 سنه ما بتخسرش على ملعبها كان علينا ضغط كبير جدا فانا فوجئت في التكتيك ان انا ناحيه اليمين وانت بتلعب ورا واحمد السيد وكابتن عماد النحاس وناحيه الشمال لجلبرتو فانا قلت ممكن يكون هيغير في التكتيك هينزل مثلا اسلام الشاطر هيبقى موجود فلقيت كابتن حسام بيقول لي حضر نفسك عشان انت هتلعب بكره فانا خدتها والله العظيم ما خدتهاش عشان حاجه انا خدتها يعني سددت لها تلعب ولا قلت لا كابتن حسام قال لي كابتن حسام كان مدير الكوره ومدرب العام قال لي يعني حضر نفسك ان انت هتلعب فانا كان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا اي فرصه بتجيلي انا لازم امسكها لان انا في النادي الاهلي يعني مش في نادي صغير وكل مباراه بتحسب عليك وكل مباراه لازم تبقى قد المسؤوليه لان انت بتدافع عن اسم نادي كبير فده اللي انا اتعودت عليه جوه النادي الاهلي ويمكن الحمد لله اديت بصوره جيده ويمكن انت دخلت لي بعد الماتش وقلت لي هايل وما شاء الله عليك النهارده وحتى مستر مانويل دخل لي انا بعد الماتش شوقي لقيته بيقول لي الراجل جاي عليك ف وسلم عليا وقال لي جود ماتش عادل فالمهم رجعنا مصر المفروض هنلعب ماتش المصري في بورسعيد فخدنا ايه كان عبد الحميد حسن تعبان كنا 19 كان اول مره مستر مانويل ياخد 19 عشان كان بركات اللي كان تعبان وخد ميدو 19 فروحنا هناك وانا مستني التشكيل هو الراجل شكر فيا بقى وفي لما رجعنا مصر انت كنت نجم المباراه فانا لقيت احمد عبده بيقول فلان وفلان فلان هيبدا واحمد عادل بر فانا بحسب مش وقت هزار يا جماعه احمد عادل الجون ولا حاجه فانا قلت احمد عادل بره بحسب احمد عبده ترجم غلط بقول له عبده وانا بره فمستر مانويل طبعا فاهم عربي وفاهمنا كلنا طبعا من حتى من نظره العين فقال لي ايزي عادل يا ورق اوت يعني عادي جدا انت بره يعني انت تقدر تقول حاجه؟ لا خالص صراحة لا لا اللي كان بياخد زيرو قالوا لا ممكن يقولوا له عايز نروح المشكله اللي في المكان بتاع عادل في ثلاثه وفي بركات اربعه خمسه بركات كان بيلعب بيبتدي احيانا بكرات انت فاكر بركات ماتش الزمالك الملعب بتلفت بركات ايوه فاكر عارف كابتن امير كان فتحي وانا وصديق واسلام الشاطر وبركات كان ساعات بيلعب بركات ساعات بيلعب بس هو دي الميزه اللي كانت في النادي الاهلي انت اي حد بيلعب كله تركيزنا على البطوله كله تركيزنا على المكسب مش مهم مين يلعب المهم احنا نكسب كلنا ودي كانت الروح روح البطوله موجوده من اول ما نبتدي اي بطوله لغايه الاخر هتلاقي فعلا امير مع الحضري مع الناس الموجوده مع احمد عادل كانت كلها روح واحده امير كان بيلعب ما فيش مشكله الحضري بيسنده احمد عادل بيسنده امير كان بيسند احمد عادل على طول ده اللي احنا كنا بنشوفه يعني ده اللي احنا اتعودنا عليه لو خدت بالك كابتن شادي كمان ماتش الصفاقسي لو الكاميرا جت كملت هتلاقيني جاي من الملعب انت جريت جري من الملعب يعني المفروض انا انزل الملعب لا لقوني جاي من الملعب كنت فين ساعتها بقى احنا طبعا كانت في فرحه هستيريه مش فاهمين ده بيجري فين وده بيعمل ايه انا لقيت نفسي بجري على الحضري في قلب الجول في الملعب لو خدت بالك هتلاقيني جاي بوشي يعني جاي من الملعب كني جاي مثلا عارف انت الناس اللي بتنزل الملعب جريت وانت مش حاسس الناس اللي بتنزل الملعب بتسلم على النجوم كده والامن بيروح يجيبهم جاي من الناحيه الثانيه فدي كانت ماتش اللعبه احنا كره هدف غريب ما نزلش كره على الارض بص هستيريا يعني وهم كمان بص يعني ما حدش فاهم حاجه بص ده بيجري هنا وده بيجري مش مصدقين الوقت ما حدش فاهم حاجه بص هتلاقيني جاي منين بقى بص الحاجات اللي كانت في الكواليس انت هتلاقيني جاي دلوقتي حالا من الملعب بص جاي من الناحيه الثانيه تحس ان انا جاي من نطت من المدرج امير عايز اسالك سؤال مهم بخبرات سنين طويله وعمر كبير داخل النادي ده بصراحه احنا دايما بقول كده اي ضيوفنا اللي موجودين انا اعلم كل واحد كان موجود ازاي وتعب ازاي عشان ياخد الفرصه وامور كتير يعني الاهلي قادر اكيد بس خد بالك 2-2 يعني انت بتتكلم انت كسبت 1-0 خلاص الموضوع انتهى بتتكلم النادي الاهلي اللعيب لما يلبس التيشيرت بتاعت النادي الاهلي يعني لازم عارف ان الامور صعبه جدا عارف حتى لو ماتش سهل لازم عليه ضغط عصبي لازم مطلوب منه ان هو لازم يكسب مطلوب منه ان لازم يبقى كويس ف
يعني انا شايف ان الامور يعني ان شاء الله مش صعبه، واللعيبه قادره على كده، والجهاز الفني اكيد الكابتن حسام والجهاز الفني قعدوا مع اللعيبه وهيئهم نفسيا، واللعيبه عندها من الخبرات الكبيره جدا، كل اللعيبه عندها خبرات، حتى اللعيبه الصغيره عندها خبرات. فان شاء الله النادي الاهلي، خصوصا احنا عملناها قبل كده يعني لو تفتكر. برافو عليك، وده اللي انا قلته في الحلقتين اللي فاتوا، احنا ما بنتكلمش في حاجه ما في خيال يعني. انت فاكر يا كابتن شادي ماتش الترجي 0-0 هنا؟ فاكر لما هم قعدوا فرحانين فريق الترجي؟ طبعا احنا بنحترمهم وبنحترم الشعب التونسي كله، وبنتمنى لهم التوفيق اكيد طبعا مع المنتخبات، سواء بقى في افريقيا او في كاس العالم، يوصلوا كاس العالم. لكن اللي انا عايز اقوله ان لو تفتكر ماتش الترجي اللي تعادلنا فيه 0-0 هنا، كانوا فرحانين جدا وقالوا خلاص احنا ايه صعدنا. وبعدين مستر مانو لو تفتكر دخل جوه قال لنا شفتوا انتوا الفاقس، لا الترجي، الترجي 0-0. أيوه. بعد كده قال لنا شفتوا الفرحه عامله ازاي، احنا لازم نروح هناك نخليهم بقى ايه ينسوا الفرحه دي خالص، واحنا نبقى مكانهم دلوقتي، لان هم فرحانين تعادلوا مع النادي الاهلي، احنا نبقى مكانهم واحنا كسبانين، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. رحنا هناك كنا خسرنا 1-0 لو تفتكر، لعيب برازيلي في اول 10 دقائق ربع ساعه. بعد كده الكابتن سيد عبد الحفيظ كان مصاب، لسه راجع من اصابه. فاكر الماتش ده؟ خلاص افتكرت كده، دي مباراه كان كابتن صالح الله يرحمه عمل لنا اجتماع، وعمل لنا اجتماع كابتن صالح سليم الله، عمل لنا اجتماع واتكلم في اللوائح. انا بحب مش الاهلي اللي بيعمل يزود في فلوس عشان تكسب، انت عليك اللي انت لابس فنانه الاهلي، عليك اللي انت تقاتل. فاكر الاجتماع؟ بالظبط، كنا في احد الفنادق في مصر الجديده. بالظبط. وبعد كده راح جاي قال لك انا بصيت في اللوائح لقيتها فعلا ما طلقش بكم، احنا غيرناها لكذا لكن ما لهاش علاقه بالمباراه. والماتش دوت احنا فاكر ادانا مكافاه معينه، صح؟ فاحنا ما صدقناش، ايه ده لسه مكافأة. يعني لسه لسه ما وصلناش الفاينل. انت عارف بالنسبه لنا المكافاه كان رقم، انا فاكره كويس جدا، بالنسبه لنا كانت حاجه خيال. اللي هو عايزين الماتش دلوقتي. طب والله العظيم بقى حاجه بقى مش هتكسف على الهوا. فاكر يا امير والماتش شغال الكل اخر خمس دقايق، فخلاص هدف كابتن سيد عبد الحفيظ. بالظبط. وبعد كده كلنا نبص على الدكه ونبص على الساعه ورا فين ونشاور لبعض، خلاص مكافاه. لا ده كابتن سيد كمان لما انا يعني احنا كابتن سيد ما كانش لاعب مسؤول بعد الاصابه، صح؟ فكنت قاعد معاه في الاوضه، فانا طبعا قال لي، قلت له بص يا كابتن انا حاسس كده انك انت ممكن تعملها وتنزل تكسبنا. قال لي هكسبك ازاي، انا مش لا احنا ما لعبناش ماتش ودي ولسه راجع من الاصابه. قلت له لا مستر مانويل يعني ايه في الحاجات اللي زي دي، صح؟ يعني قوي جدا ما بيبموش حاجه، ممكن تلاقي نفسك بتنزل. قال لي لا مستحيل، ده كده انا بقى بره التشكيل. فكان هو موجود في السكور وبعدين نزل، فكره اتعملت طويله باين مش فاكر كان مين عملها، ناحيه اليمين، ناحيه اليمين علي ابراهيم، على ابراهيم كابتن حفيظ حاططها في من نص الملعب تقريبا. كانت فرحه استريه، نفس الموقف بتاع الصفاقسي. اللي انا عايز اقوله ان اللعيب بتاع النادي الاهلي عنده طموح، وطموحه عنده هدف ان انا هاخد بطوله افريقيا، مش ان انا هكسب الترجي. فهدف كبير ان انا هاخد البطوله، فعشان اخد البطوله لازم اكسب الترجي. لو تفتكر الكابتن صالح سليم الله يرحمه قال لنا هديكم مكافاه، عشان المكافاه دي انا عارف ان ده النهائي يعتبر. لو كسبت خلاص انت وصلت النهائي، قلت له وصلت النهائي خلاص النادي الاهلي وصل النهائي. بعدها قابلنا صن داونز وحتى على مستوى السوبر الافريقي كايزر تشيفز، انا متذكر اللي انت بتقوله، كسبنا الفرقتين من جنوب افريقيا. تعادلنا 1-1، تعادلنا 1-1 وخالد بيبو جاب 3 اهداف. اللي انا عايز اقوله برضه، كان صايم في المباراه الوحيد. اللي انا عايز اقوله برضه كابتن شادي، يعني بما ان احنا اتكلمنا على الترجي، انا عايز اتكلم بس على موضوع شريف اكرامي. اتفضل. شريف اكرامي لازم يبقى عارف ان هو جول كويس جدا، لازم يبقى عارف ان هو جه وقت من الاوقات، او ممكن الفتره دي يكون رقم واحد في منتخب مصر، جه وقت من الاوقات ان هو كان مش موافق في بعض الماتشات، لكن بارادته وعزيمته قدر يرجع تاني وعمل ارقام قياسيه، وعمل سيزون السنه اللي فاتت كويس جدا جدا مثالي ليه. فانا يعني الناس اللي متحمله على شريف اكرامي، لا انا مش عايزه يبص الكلام ده خالص، ياخد بس ايجابيات ان هو لازم يبقى عنده عزيمه واي حد بيخطا. وشريف اكرامي ياما كسب النادي الاهلي وياما عمل ماتشات كويسه جدا مع منتخب مصر، فانا عايزه لما يجي يلعب ينسى خالص الكلام ده ولازم يلعب الماتش اللي هناك، لان هو ان شاء الله باذن الله شريف اكرامي هيكون كويس جدا، انا متاكد هيكون كويس جدا، هيكون سبب ان شاء الله ان الاهلي يصعد. واللي انا عايز اقوله، انت عارف حارس مرمى دايما الناس كلها بتيجي عليه، يعني لو تفتكر ماتش الترجي الاخير ده شريف مطلع كورتين يعني صعبين، والناس كلها قالت يا سلام يا شريف يا ولد يا شريف، حتى المعلق اتكلم في الحته دي.
الحاجه الثانيه بعديها على طول دخل الجول ده من خطا، وده وارد بيحصل في اي حته او في اي مكان او اي جول حراس المرمى في العالم بيخطئوا. النهارده عصام الحضري رقم واحد في مصر، عصام الحضري تاريخ كبير برضو دخل فيه جوال اعتقد ان هي اصعب من اللي دخل في شريف، كلنا دخل فينا جوال كده. اللي انا عايز اقوله ان شريف ان شاء الله كل الناس تقف جنبه، زمايله يكون عندهم ثقه طبعا تاني، فهم عندهم ثقه فيه الجهاز الفني، ياخد المباراه دي ان شاء الله ربنا يوفقه وهيعمل ماتش كويس وهيكون احد الاسباب ان شاء الله النادي الاهلي يصعد. بس انا عايزه وهو بيلعب ما يفكرش ان انا هخطا تاني، لو اخطات الناس هتعمل فيا ايه او الناس هتتكلم فيا ايه. وده اللي انا شفته في الكره الثانيه بعد الهدف على طول، يعني بعد الهدف في كره برده وقعت من شريف، ده طبيعي ان هو كان تحت ضغط عصبي، فطبيعي ان هو بيفكر في الناس كلها تتكلم فيه. اللي انا عايز اقوله ان هو يلعب بهدوءه بشخصيته اللي هو نعرفها عنه، ان شاء الله هيعمل ماتش كويس واللعيبه كلها ان شاء الله تعمل ماتش كويس ونصعد ان شاء الله. فما يفكرش ان انا لو اخطات الناس تعمل معايا ايه، يلعب باستمتاع وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه في الماتش ان شاء الله. احمد كنت عايز تقول حاجه، انت انا شايفك عايز تعلق. لكلام طبعا الكابتن امير، لو موجوده اللقطه اللي بعد ما شريف غلط وهو بيعتذر، دي اكبر دليل على ان هو جول كبير. في ناس تانية ممكن تدارى، في ناس تانية لو ما عندوش شخصية قوية جوه الملعب، لو مش هو حاسس ان انا واقف لنادي كبير عمره ما كان هيعتذر لزمايله، عمره ما كان هيعتذر للجمهور، وعمره ما كان هيعتذر للجهاز بتاعه ولا لإدارته. لكن شريف انا متربيين مع شريف في منتخب الشباب مع كابتن حسن شحاته، انا اعرفه من 2001. شريف عنده شخصية قوية داخلية من جواه، ان هو فأشد الحاجة النادي الأهلي بيلاقيه في مواقف بيقدر يرجع تاني، ما بيهمتش وما بيأس. أنا متوثق إن شريف بعد المباراة دي كان بيتمرن كويس جدا، لأن هو عارف إن ثقة الجماهير فيه هتبقى موجودة، ثقة وده اللي الجماهير قالته، مجلس إدارته، ثقة جهازه اللي بيستمدها من جهازه. عنده دوافع كبيرة جدا زي اللي موجودة عند أحمد فتحي، زي اللي موجودة عند عماد متعب، عند لعيبه كبيره، عند عبد الله سعيد، مش عايز انزل حد، كل اللعيبه دي اي حد موجود جوه النادي الاهلي هو عارف ان هو بيدافع عن النادي الاهلي وعن اسم كبير. فشريف يعني زي ما قال الكابتن امير، هو عنده دوافع كبيره جدا، وهو مستحيل يبقى مهزوز، وان شاء الله هيكسب النادي الاهلي. لكن انا بستغرب حاجه، اتفضل. يعني الناس اللي بتتكلم، الناس اللي عايزه تهز النادي الاهلي، عايزه تهد في النادي الاهلي، عايزه تهد في جول النادي الاهلي، عايزه تهد في القيم اللي جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيتهزش بكل الكلام، اللعيبه دي كلها بتاخد الكلام ده بيديها دافع اكتر، وهو ده اللي احنا بنقول. هم الناس اللي بتتكلم دلوقتي على شريف، هم الناس اللي اشادوا بيه لما عمل موسم استثنائي الموسم اللي فات. بقى دلوقتي شريف اكرامي لا يصلح ان هو يبقى جون النادي الاهلي؟ لا، انا استغرب البعض. عندنا ماتش بعد 4 ايام بعدها، ويبتدي بقى يعدد لك، وهو ده اللي الامير، انا عارف هو بيقول ايه امير في الكواليس كده، دي نقطه مهمه جدا، يقعد يعد لك اخطائك. طب تعد كمان الكويس، يعني ما تقعدش تعد لي، تقعد تطلع لي بقى الاخطاء كلها، ده مش وقته، ده وقت اللي احنا نقفل نفسنا، ربنا يكرمنا، وبعد ما نخلص المباراه واللي عايز يقول حاجه يقولها بقى براحته، واللي عايز ينتقد حاجه براحته ينتقدها. ده اللي احنا، ده الاصول او ده المفروض يحصل، عشان خلاص بنتكلم في 3 4 ايام والمباراه يوم السبت ان شاء الله. تكلم يا كابتن شادي، برضو النادي الاهلي بيمثل مصر، يعني احنا رايحين نلعب في تونس، مش رايحين نلعب في اسماعيلي في اسماعيليه مثلا او بنلعب الزمالك، احنا رايحين نلعب مباراه باسم مصر. النادي الاهلي طول عمره بيشرف مصر، فنتمنى ان كل الناس تتكاتف ورا النادي وورا شريف ورا الانجازات ان شاء الله اللي بيحققها النادي الاهلي. هسالك نفس السؤال اللي قلته للكابتن امير، الاهلي قادر ولا قلقان خايف على النادي؟ لا، انا بعد ما كنت لعيب في النادي الاهلي تحولت مشجع للنادي الاهلي، لان انا من قبل حتى ما العب في النادي الاهلي وانا العيله كلها عندنا اهلاويه. لكن الاهلي قادر، فعلا قادر، وقادر مش بالكلام، قادر بالمواقف، قادر بان عماد متعب في الدقيقه 96 بيقدر يجيب الكونفدراليه، قادر بان ابو تريكه في الدقيقه 93 ومباراه ميته وملناش امل فيها ان هو بيقدر يجيب. هو هي دي روح الفانيلا، يعني هو مش شخصي، يعني في ناس تقول لك ابو تريكه مش موجود، لا، في ناس ثانيه موجوده، في عماد متعب لسه موجود، في عبد الله السعيد موجود، في وليد سليمان موجود، في اي حد هيجيب جون هيكسب النادي، وهي دي روح النادي الاهلي. صح، هي دي ثقه الجماهير اللي انا بشوفها وانا ماشي في الشارع،
لو الفرد مش موجود فالاهلي موجود. الاهلي موجود، تيشيرت النادي الاهلي موجود. فهو انا عايز اوضح للناس حاجه، اي حد بيخش النادي الاهلي، لان انا جربت، بياخد انطباع النادي الاهلي، بياخد قيم النادي الاهلي، لدرجه ان احنا لما بنطلع بره النادي الاهلي ما بنحبش نخسر. هو احنا اتعودنا جوه النادي الاهلي على كده، احنا ما بنحبش نخسر. لو بتلعب مع اصحابك ومع زمايلك حتى خماسي، انا ما بحبش اخسر، هو ده اللي انا اتعودت عليه، هو ده اللي جوه النادي الاهلي. اتعودت ان انا زي ما قال كابتن امير في الاول خالص، انت بتلعب على الرقم واحد، انت بتلعب على الاول، التاني ده زيه زي الاخير. فهو ده، هو ده اي حد موجود جوه النادي الاهلي بيتطبع بالطبع، شخصيته بتتغير، طموحاته بتتغير، اهدافه بتتغير، هو ده اللي احنا تربينا عليه جوه النادي. وهو داخل النادي الاهلي عارف ان هو داخل في حته السبوت عليه، التركيز كله عليه، داخل لازم بطولات، ما بقاش ملك نفسه بالظبط، فداخل عارف ان هو عنده اهداف. انا عايز استغل وجودك معايا عشان انا حكيت حاجات كتير جدا الايام اللي فاتت على مدار شهور بواقعه رادس، وانت كمان تبقى شاهد، انت راجل موجود ونجم كبير داخل الفريق. نتكلم على مباراه اتعادلت في القاهره 1-1، احباط، مش قادر تروح التدريب، مش قادر تواجه جمهورك، وانت بتتدرب كل يوم خلاص، في البعض رمى الفوطه. خلينا نتكلم بصراحه، بس مش اللاعبين، كنت بتسلم على الناس خارج وداخل النادي، كنا بنشوف عرباتنا كانت بتبقى في الاوبرا فبتقابل بعض الناس وخلاص. فاكر اللي حصل يا امير، والاجتماعات اللي حصلت من اللعيبه الكبيره والمواقف اللعيبه ما بينها وبعضها، واللعيبه ما بينها وما بين المدير الفني، والسيناريوهات اللي اتحطت للمباراه، وسافرنا هناك. فكر، ذكر اللعيبه اللي موجوده وذكر جماهير النادي الاهلي ايه اللي حصل في الكواليس. كان ماتش الصفاقسي؟ الصفاقس اللي تعادلنا 1-1، هدف ابو تريكه الهدف لنا. انت لو كمان تفتكر يا كابتن شادي، فاكر اليافطه اللي كانوا حاطينها لابو تريكه واحنا بنسخن؟ واحنا بنسخن صح. وهم قالوا ان كان النفطي، اسمه ايه النفطي؟ طيب عبد الكريم، عبد الكريم النفطي، قال لك ان هو مش هيلعب وهيلقوا لينا بيلعب، ومش عارف مين انيس بوجلبان هيلعب ولا مش هيلعب، صح، وحاجات كده. طبعا هم اساتذه في الحته دي يعني بصراحه، شمال افريقيا اساتذه جدا. لو خدت بالك في الماتش بيضيعوا وقت كتير في حاجات برضو، موت لك الماتش ممكن ساعه في لقطه تقريبا يلعبك منها 20-25 دقيقه. في لقطه تقريبا مش فاكر كان مين بيلعب اوت، معلول تقريبا، احمد فتحي او فتحي مش فاكر، اللعيب بتاعهم كان بيتعالج، زقه هو يعني، فاهم يعني، حتى كمان مش راح يتعالج، ده بيزقه عشان بيرخم عليه. فهم اساتذه في الحته دي جدا، لكن هم بيعملوا كده ليه؟ لان هم عارفين قيمه النادي الاهلي، وعارفين النادي الاهلي مش هيعدي ماتش او مش هيعدي بطوله الا لما يكون واخدها، او الا لما يكون هو ليه دور ايجابي في المباراه. فدي كل دي عوامل، لان هم عارفين قيمه النادي الاهلي. معلش هرجع للاشاره بتاعت فلافيو، لان دي مهمه جدا، دي كانت في بدايه المباراه، دي في بدايه الماتش، الشوطه بتاعت فلافيو هنرجع ليها. وبصوا الرياكشن فلافيو بيعمل بعد اللعبه، مش عارف مين بيتكلم، راح جاي. بص يا امير تابع معايا كده عشان الناس، بس اللعيبه الموجوده تبقى فاهم، مش شط ليه. بص فلافيو، نهدى نهدى، خلاص في سيناريو محطوط، اهدى، ما ينفعش توتر، عادي جدا، اهم حاجه توصل للمرمى. وفي شخصيات كمان في اللعيب، دايما اللعيب طالما دخل النادي الاهلي ولبس تيشيرت النادي الاهلي لازم عنده شخصيه. لو خدت في الموقف ده كمان، في الموقف ده وفي كل الماتشات، حتى في الماتش الودي لو تفتكر، انا نفسي لما انا مثلا، انا بره النادي الاهلي، لكن انا اتعودت ان انا مثلا في اي نادي لعبت فيه لازم، انا المفروض ان انا من اللعيبه الكبيره اللي عندها خبرات، لازم اتكلم مع اللعيبه. يعني احنا كان عندنا ماتش ودي امبارح مع الداخليه، جبت اللعيبه قلت لهم استمتعوا، العبوا بشخصيه، الماتش محسوب علينا بس مش مفهوش اختبارات، استمتع والعب، فده دورنا. لو خدت بالك كابتن امير، هرجع لك استاذنك انت وكابتن احمد عادل، معانا مكالمه مهمه جدا من واحد من رموز الاسماعيليه والمدير الفني المحترم كابتن عماد سليمان. كابتن عماد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا شادي، انا يعني سعيد بالتداخل معاكم والدخله دي، وبرحب باحمد عادل وامير. كابتن عماد وحشنا كتير، وحضرتك زي ما بنتكلم على نجوم في الاهلي ونجوم في الزمالك، حضرتك كنت نجم كبير جدا جدا في اسماعيليه، وكنا بنتمتع بحضرتك اكيد، ومهم جدا الاهلي قادر ان شاء الله نسمع من حضرتك، الاهلي قادر ان شاء الله يحقق انتصار خارج الارض يا كابتن عماد. والله يا شاهد، انا شفت الاتفاقات على المباراه، انا شايف ان الاهلي قادر، قادر جدا ان شاء الله. لان فريق الترجي مع احترامي يعني مش بقوه الترجي القديم،
يمكن المباراه كان ليها ظروف، انا شايف انها ظروف خاصه ما تتكررش كتير. كان في عدم توفيق للنادي الاهلي مع وجود عدم توفيق للحكم، اعتقد الحاجات دي مش هتتكرر. لكن النادي الاهلي عايز روح قتاليه في المباراه اللي جايه، والاهلي عملها قبل كده مرتين مع الترجي اعتقد، وقدر يكسب في رادس هناك في تونس. انا شايف ان بالعكس النادي الاهلي يقدر يكسب ويقدر يقدم كوره جميله هناك، بس محتاج ان هو تصميم وتركيز عالي جدا من دلوقتي بروح قتاليه عاليه. اعتقد ان الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يعدي المباراه. كابتن انت مع مدرسه اللي يبقى فيه سيناريوهات والمدير الفني يقول من التشكيل من النهارده مع لعيبته ويحفظ، ولا لا يوم المباراه والامور تمشي عادي؟ لا لا، انا مش من النهارده ان هو يكشف التيم اللي هيلعب، لازم في تنافس الفرقه يبقى كله على هبه الاستعداد وكله جاهز ان هو حاطط نفسه في التشكيل الاساسي لاخر وقت المباراه، مع طبعا تحفيز في التدريب بقى للتيم ككل. لان المباراه يا شادي زي ما انت عارف اي مباراه في الدنيا انت فعلا لازم تعمل لها سيناريوهات، البدايه ازاي وهبدا ازاي صح. ولو جبت جون او دخل فيها جون ايه اللي ممكن اعمله في الحالتين، فدي سيناريوهات مفروض ان طبعا هيكون الكابتن حسام طبعا هتاخد مقادر على كده. لكن انه يعني تشكيل من دلوقتي اعتقد لا، مش مظبوط ان هو لازم من اخر وقت يخلي اللعيبه كلها على هبه الاستعداد ان كله جاهز للمشاركه في اي وقت من المباراه. كابتن لو هتقول رساله للكابتن حسام البدري واللاعبين تقول لهم ايه؟ لهم رساله ان النادي الاهلي باسمه الكبير ومصر كلها اعتقد بجميع انتماءاتها هتبقى وراهم في المباراه دي، وكلنا ثقه وعندنا قدره كبيره في النادي الاهلي وفي لعيبته اللي موجوده وفي الكابتن حسام ان شاء الله ان هم هيعدوا المباراه دي. كابتن عماد سليمان نجم من نجوم الدراويش وواحد من اللاعبين المحترمين، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كمان على دعم حضرتك للنادي الاهلي، بشكرك كابتن عماد. الله يخليك يا كابتن شاهين. الله يخليك. على المستوى الشخصي انا مبسوط من المكالمه دي. لو انتوا عايزين تلغوا التعصب اسمعوا الكابتن عماد النهارده داخل قناه النادي الاهلي، داخل قناه النادي الاهلي. هي مش خناقه، الاهلي قال جمله مهمه، الاهلي بيلعب باسم مصر والراجل بيمثل الاسماعيلي واحد من نجوم الاسماعيليه وداخل بيدعم قناه النادي الاهلي، هو ده المفروض على الساحه الرياضيه يبقى موجود. بحييك يا كابتن عماد وتحياتي لكل جماهير الاسماعيلي، وهذه الروح اللي لازم تبقى موجوده الفتره اللي جايه عشان لو احنا عايزين نبعد عن التعصب بجد. انا بصراحه اتبسطت بمكالمه الكابتن عماد وبشكر فريق العمل اللي هو يبقى موجود معانا الاسماعيلي واتحاد ومقاولين، وكان معانا امبارح كابتن هو ده في الوقت ده الاهلي بيلعب باسم مصر اللي فيه اعلاميين بيفتقدوا امور كتير جدا، وحتى على المستوى المحلي الاهلي لاعب الاسماعيلي يقول لك بكره في معركه في اسماعيليه، ليه معركه؟ دي رياضه. كمان معانا واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن احمد ابو مسلم اللي لعب ماتش 2001 في المنزل اللي كابتن امير كان بيتكلم عنه من شويه. كابتن احمد برحب بيك، واول ما قلت الكابتن احمد على طول ضيوفي الابتسامه على طول هم. برحب بيك يا احمد. حبيبي يا كابتن سيدي، ازيك اخبارك ايه؟ وبسلم طبعا على امير وعلى احمد عادل. ايه يا ابو؟ ازيك يا امير وازيك يا عادل؟ وحشني يا ابو والله. وحشني يا ابو والله. حبيبي شفت يا كابتن اول لما يجي يسمع على طول يتكلم. هم ضحكوا ليه طبعا؟ ضحكوا ليه؟ اقول بقى المقالب اللي كنت بتعملها مع حسين امين ولا اسكت؟ باك ليست كنا مواقف كتير مع امير، اتفرج كنت امير كنت بقعد معاه. ما هو عايز اقول لك اول ما قلت احمد ابو مسلم ليك عندي موقفين، خلي بالك. واقول لك حاجه اكيد هنتكلم في الكوره بس اسمعوا امير عشان تحكي الموقفين دول. احمد انت لعبت ماتش المنزا وكان برضو احباط، وفرقه الترجي كانت ساعتها قويه في 2001 قويه جدا جدا جدا، لكن ربنا كرمنا بالاخلاص والروح والقتال رغم الفرق الامكانيات في اللاعبين اللي كانوا موجودين هنا وهنا، وهي دي الحقيقه. احمد الاهلي قادر ان شاء الله؟ الاهلي قادر اكيد طبعا ان شاء الله. رجعتنا الاهلي على طول على مدى السنين وجاي فارس الاجيال لعيبه النادي الاهلي على طول عندها روح وعندها روح قتاليه في الملعب بالذات، فاحنا كمان في كل موقف بنحط فيها على طول بنقدم مسؤوليه. فاي صغير الجيل ما تغيرش الجيل، والفتره اللي فاتت سامعين الناس تقول لك لا مش هو نفس الجيل، لا الجيل الموجود احسن وهيبقى احلى. اي حد بيلبس فانيله الحمراء بيقدر يأدي يوصل الرساله بتاعت النادي الاهلي لكل لازمه الاله على طول الاجيال. فالنادي الاهلي قادر، النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه الماتش اللي جاي ده بالذات يقدر يخش على النهائي ان شاء الله بالتكاتف بتاعت اللعيبه، وعايزين كلنا نتوحد الفتره دي ان شاء الله. ان شاء الله والجماهير احنا بنلعب باسم مصر زي ما انت قلت يا شادي، فلازم الناس كلها تبقى ورا النادي الاهلي.
احمد، رساله للكابتن حسام واللاعبين والكل. بصراحه موقف مشرف من كل نجوم النادي الاهلي، واقفين في دعم في مسانده، وكمان جماهير النادي الاهلي موقفها محترم من اول دقيقه. ننسى اي حاجه، عندنا مباراه، عندنا ثقه في اللاعبين. انا شايف روح اكثر من رائعه. هتوجه رسالتك للكابتن حسام واللاعبين تقول لهم ايه؟ والله بقول لهم طبعا كابتن حسام ربنا معاك ان شاء الله، كلنا معاك، النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي مصر كلها معاك، مع اللعيبه ان شاء الله نأدي الاداء النادي بتاعنا والاداء المتصرف اللي هو باسم النادي الاهلي، والبطوله المفضله النادي الاهلي ان شاء الله يقدروا الماتش ده ان شاء الله. شادي الماتش ده اللي هو قبل النهائي ده، يعني انت خلاص ان شاء الله لو عديت الماتش ده ان شاء الله احنا خدت البطوله يا رب ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله اللي هو في التوفيق معانا ويحالفنا الماتش دوت، والرجاله ان شاء الله تبقى على قد المسؤوليه زي ما احنا متعودين عليها، بالتوفيق الماتش ده ان شاء الله. ان شاء الله مش هسيبك بقى تقفل. امير عمال يشاور لي من بعيد وبيضحك بيقول لي لازم احكي الموقف. هتحكي ايه؟ قول يا امير. انا موقف في اثنين يا ابو سلمى، احكي عن واحد. خلاص خليك معايا، بص كده هيحكي واحد. اتفضل. هقول لك على حاجه، هو طبعا يعني ابو مسلم من اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي، من اللعيبه المحترمه جدا، اللعيبه الكويسه جدا، اللعيبه المحبوبه، اللعيبه دمها خفيف جدا. يمكن عايز اقول لك يا كابتن شادي، الماتش اللي لعبه ابو مسلم كان ابو مسلم سنه صغير، كان لسه جاي من اتحاد عثمان اعتقد او حاجه، كان في منتخب الشباب، منتخب شباب من اتحاد عثمان، وكان عامل مستويات محترمه جدا. كان سنه صغير وبيلاعب الترجي التونسي في تونس. عارف يعني ايه؟ ده دليل ان الاختيار نفسه ان هو يدخل النادي الاهلي ده اختيار صح، لان هو عنده شخصيه، لعيب كويس، لعيب مميز، لعيب جريء جدا. في نفس الوقت اتطلب منه يلعب ماتش الترجي في تونس وسيمي فاينال. ادخل في الموضوع يا امين، انا عارف ان انت بتحبه، ادخل في الحكايه. بص، هو كان في موقفين. ايوه، احكي لنا موقف. احكيهم يا ابو مسلم. خلاص، وانا احكي الثاني. الموقف الاولاني كان كنا بنلعب ماتش ودي ضد الحرس، وهو كان بيلعب، فالله يرحمه كان محمد عبد الوهاب كان بيلعب باك ليفت، وكان بيلعب الباك رايت كان محمد مكي. فمحمد مكي كان سريع جدا، وهو وعبد الوهاب الله يرحمه كان ضرب نار بينهم. فمسلم قال لي بقى ايه؟ قال لي بص، كنت انا ساعتها كان مستر مانويل لعب الحضري حوالي نص ساعه، وانا نص ساعه، وكابتن نادي نص ساعه. فانا خلاص بقى انا نزلت ابو مسلم، فقال لي بص، اول ما تلاقيني فتحت لك اديني على طول. لا قول له بنبره الصوت بتاعت ابو مسلم. كده ما ينفعش، نبره الصوت بتاعت ابو مسلم. المهم ايه؟ فمكي يعدي بسرعه، كان سريع جدا ما شاء الله. فقال لي بص، انا هنزل بقى ايه؟ هكركره. قلت له يعني ايه تكركره ابو مسلم؟ قال لي يعني هبطله. المهم نزل، فيروح وهو معدي من عبد الوهاب، يروح معدي مع ابو الله يرحمه. فهو نزل ابو مسلم قال لي بص بقى، انا هنزل هما كورتين هخلص عليك. فنزل مكي نفس السرعه يعدي من ابو مسلم الاولانيه، الثاني يعدي من ابو مسلم. فراح بعدها بشويه قال لي فايه؟ قال لي انا طول ما انا مدي لك وشي اديني على طول. مسكت الكوره لقيته اداني ظهر. بقول له مالك يا ابو مسلم؟ قال لي لا يا مراد، خلص عليا مش قادر. الموقف الثاني كان كنا بنلعب كاس مصر، وهو كان يعني تقريبا جاي من منتخب او كان عنده سفريه كبيره ومع المنتخب جاي مجهد، والماتش كان الساعه 3 الظهر، كان بيلعب طنطا في كاس مصر. فهو كان لعب تقريبا، طلع كان مستر بومفرير تقريبا كان ماسكنا، وهو طلع بعد ربع ساعه وحاجه. فاحنا من بره عمالين نضحك عليه، لان هو كان مسلم ساعتها ايه، ما كانش موافق خالص بقى، عمال يقع وبتاع وكده. فلما طلع قلنا له بص يا جماعه، احنا ما نتكلمش معاه خالص، لان هو اول ما يطلع هيقول لنا ايه؟ ايه رايكم يا جماعه؟ طب انا وحش ولا ايه؟ طب مش عارف ايه. المهم طلع لقى ايه؟ مستني حد يقول له كويس يا ابو مسلم، هايل يا ابو مسلم. فقعد جنبي وانا بقى ايه، باصص في الملعب ومركز وعايز اضحك مش قادر. فقال لي فعمال يبص، فبيقول لي يا امير، هي الناس، هو انا كنت مكركر قوي كده؟ كنت واحد قوي كده؟ محدش فايق لي خالص. مكركر هو كان ليه مصطلحات بيموتنا كلنا. عايز تقول حاجه لابو مسلم؟ لا دمه ابو مسلم من اخف دم في مصر. دي حقيقه، اخف دم في مصر. وتبته كمان طيب جدا. لا طيب. ابو مسلم حابب تقول اي حاجه قبل ما نقفل معاك؟ حابب تقول اي حاجه؟ اتفضل. لا حبيبي، انا بقول بس بتمنى لكم التوفيق والتقدم فيك النادي الفتره الجايه ان شاء الله، والماتش الجاي ده طبعا اكيد بتمنى توفيق للنادي الاهلي واللعيبه كلها والجهاز كل الناس الموجوده، واتمنى طبعا توفيق لامير الفتره اللي جايه ان شاء الله. بس امير بقى كفايه كده، انا بقول لك بقى حبيبي يا مسلم، انت عشان انت حبيبي انا بحكي. انا طبعا انا كنت بلعب منتخب الشباب، انا كنت منتخب شباب اكبر مني بسنتين.
ده هو كمان حبيبي يا ابو ان شاء الله ربنا يخليك معاك التوفيق وربنا يكتبك الفتره الجايه ابو مسلم. انا بشكرك شكرا جزيلا وبشكرك كمان على مشاعرك الطيبه وانت اكيد وحشنا كلنا واحد من الشخصيات الجميله جدا جدا. امير كنت بسالك قبل ما نتكلم على السيناريو والوضع من وضع انت في مباراه الصفاقس كنت موجود ليه بسالك السؤال ده من وضع صعب جدا نفس الموقف في نفس الموقف نفس الموقف اللي في لرجوله وتركيز ومن اول دقيقه مسيطر وعملنا حاجه كويسه فنيه لما نقلنا كوره كتير جماهير الصفاقس سقفت لنا في المباراه افتكر في اول ثلث ساعه نقلنا كوره كتير حصل احباط للفريق اللي قدامنا لو خدت بالك انيس وكل اللعيبه شاوروا الجماهير حيونا شجعونا عشان توقفونا ومباراه ما ننساهاش كلنا بالسيناريو بتاع اللي بنمر بنفس الظروف نفس الظروف يا كابتن شادي. كنا كاسبين 1-0 تقريبا واحد افريقيا جاب الجول تعادلنا 1-1 فالناس كلها اتكلمت قالت النادي الاهلي خلاص طلع النادي الاهلي مش هيقدر ياخد البطوله وصعب جدا صفاقسي في الراديوس هيبقى ماتش صعب فانا بقول للناس لا لازم يبقى عندك امل وخصوصا ان انت بتلعب في النادي الاهلي لازم يبقى عندك امل. جهاز فني كابتن حسام مدرب قدير وعنده خبرات اسمه كبير في افريقيا دلوقتي اللعيبه اللي موجوده منتخب مصر 7-8 لعيبه 9 لعيبه في منتخب مصر يعني عندهم خبرات اللعيبه اللي موجوده فانا شايف يعني هي نفس الظروف اللعيبه كلها تتكاتف مع بعض اللعيبه كلها تثق في بعض اللعيبه كلها تكون مركزه لازم كل واحد يعرف ان 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 الماتش 90 دقيقة وممكن تجيب جول في اخر ثانية او اخر دقيقة الناس تبقى مركزة كل الناس تبقى في حالة تركيز من غير تنشنة عشان برضه نعرف نلعب ونلعب كورة زي ما احنا زي ما انت قلت يا كابتن شادي احنا لعبنا كورة كتير جدا روحنا كتير الماتش الصفاقسي وبتتكلم في 1-0 يصعدنا يعني فان شاء الله الامور انا متفائل ومتفائل ان شاء الله لشريف جدا ان هو هيبقى نجم المباراه هناك ان شاء الله والناس اللعيبه اللي موجوده الجهاز الفني كلنا لازم نبقى سواء لعيبه كانت لعبت في النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي اول واحد هيكونوا مساندين ليه كان هو شريف اكرامي في التدريب وانا سمعت ان هو كان ماشي كويس في التمرين وبيتمرن كويس جدا وانا عارف شريف كويس قوي عنده عزيمه كويسه لكن اللي انا عايز اقوله شريف وعبد الله والناس اللي هي كل الفريق الناس كان خصوصا الناس الكبيره اللي هي عندها خبرات اسماء منتخب مصر الناس دي بتبقى مسؤوله وانت عارف كابتن شادي يعني انت كنت كابتن نادي وانا كنت موجود واحمد معنى ان انت بتلعب في النادي الاهلي دي مسؤوليه كبيره وخصوصا ان انت لما تكون لعيب كبير عليك مسؤوليه كبيره جدا وده اللي مخلي بعض اللعيبه بيبقوا متنشنين شويه فانا عايز اقول ان اللعيبه تتكاتف الجمهور يتكاتف الاعلام يتكاتف وده ليه دور مهم جدا لان انت بتمثل مصر يمكن انا كمان يعني عايز اقول حاجه طبعا الكابتن عماد سليمان اتكلم وحضرتك اتكلمت في حاجات مهمه جدا في ناس مسانده للنادي انا عايز اقول بامانه مستشار مرتضى منصور كنت في العربيه وسمعت على الراديو كان بيتكلم كويس جدا جدا على شريف اكرامي وقال ان الناس كلها ما ينفعش ان حد يهاجم شريف اكرامي شريف اكرامي حارس مرمى منتخب مصر من افضل الحراس مرمى في مصر وقال ان الكلام ده حصل للشناوي قبل كده الشناوي رجع تاني واتمنى هو التوفيق للنادي الاهلي قال لك النادي الاهلي بيشرف مصر وبيلعب باسم مصر فدي كانت يعني لفته منه كويسه جدا فاللي انا عايز اقوله الناس كلها لازم تتكاتف كل الناس تساند النادي الاهلي كل الاعلام يبقى جنب النادي الاهلي ما يقعدش هدف واحد بس ان احنا نكسب الترجي مش هدف واحد ان انا اتكلم وحش عن النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ان خصوصا نادي الزمالك مش موجود دلوقتي ولو نادي الزمالك كان موجود كنا هنقف جنبه اعلام وجماهير ولاعيبه لان اللعيبه كلها مع بعض صحاب وبيمثلوا مصر فاتمنى ان شاء الله كل الناس تقف جنب النادي الاهلي ويعدي ان شاء الله مش عايز اقول الظروف الصعبه عايز اقول ماتش 90 دقيقه ان شاء الله يعديه ويصعد باذن الله. عادل هاخد من كلام امير ونقطه في غايه الاهميه في عالم كره القدم هي الفنيات الفنيات مهمه والاستراتيجيه اللي هتلعب بيها مهمه كل ده بنتكلم فيه لكن خلي بالك الكلام داخل وخارج الملعب بالظبط ده مهم جدا 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 في اللحظات دي سواء من اللعيبه الاجتماعات اللي تبقى موجوده التحفيز اللي بيبقى موجود خلق الدوافع ما بين اللعيبه وما بين بعض مش مهم مين اللي يختار التشكيل الكلام ده كله شفناه عادل ده مهم نتكلم فيه عشان اللعيبه تبقى فاهمه الكلام ده كله اكيد يا كابتن شادي ده بيحصل على طول وكان بيحصل في الجيل اللي قبل كده لما حضرتك كنت بتقعد معانا والحضري
وبركات وتريكا وجمعه كل يعني كنا كنت بتشدوا في نادر السيد عماد النحاس عماد النحاس كان اي حد كانت المصلحه كلها واحده يعني كان كله هدف واحد. انا افتكر لو افتكر مباراه كاس سوبر اللي خدناها في اثيوبيا ضربات الجزاء فاكر ماتش النجم الساحلي طبعا في النهائي هو كان المفروض نلعب في مصر عشان نوضح بس للناس لكن قال لك في احتفالات اللي وصل لنا كده تقريبا كان في مش عارف احتفالات في اثيوبيا بايه فقال لك هننقل الماتش هيتلعب هناك ارضيه الملعب كانت صعبه جدا شفت الجو عامل ازاي الجو لعبت النجم الساحلي كانت بتدخل تاخد اكسجين وتطلع تاني أيوة تفتكر هي دي المباراه اعتقد هو ده هو ده دي كانت اول بطوله ليا مع النادي وانا كنت لسه جاي من الاولمبي وكنت صغير وسطكم وسط اللعيبه الكبيره كابتن امير وانت كابتن شادي لقيتكم كلكم حتى قبل ما نبدا التمرينه قبلها بيوم وقفنا في الملعب كلنا اللعيبه ما كانش حد معانا من الجهاز لقيتكم كلكم بتتكلموا وبتشدونا احنا كلاعيبه صغيره انا واينو وصديق وجديد كان عاشور صغير كنا كلنا شدتونا كلنا حتى انا اتشديت معاكم برضو فهي دي الروح هي دي اللي بتبقى داخل اي فرقه اللي الناس ما تعرفوش ان فعلا اللعيبه الكبيره حتى بالجيل دلوقتي متعب بيقعد عبد الله بيقعد يتكلم وليد سليمان بيقعد يتكلم هي دي الروح اللي بره الملعب هي دي اللي بتخليك جوه الملعب زي حركه فلافيو كده مش عايزين نشد بعض جوه الملعب صح هي دي الروح اللي بتبقى موجوده مش عايزينك مثلا تغلط فانا ادوس عليك اكتر لا انا اشد من ازرك عشان طب انا قلت حاجه امبارح وانتوا الاثنين تعلقوا لي عليها يعني انا مثلا احمد وانا بتكلم امبارح بتكلم بتحاول تدي اللي انت اتعلمته كله انت شفته مواقف اكيد اللعيبه مرت مش محتاجين اللي انا اقول الكلام ده في وقت صعب زي وخدوا بطولات بس ممكن انت ايه حد يكون ناسي لا يخزنها جوه دماغه ويقولها لزميله يعني مثلا جوه الملعب في احيانا الفرقه انت مفيش فرقه في العالم تقدر تضغط 90 دقيقه مفيش فرقه في العالم تبقى مستوى واحد 90 دقيقه فالوقت اللي انت تحس ان فرقتك بتهبط في فنيا كابتن الفرقه جوه الملعب واللاعب الكبير شد الفرقه اتكلم بصوت عالي وده اللي بنفتقده على فكره على مستوى الفرق والمنتخب تلاقي حاله من السكوت الحكم لما تلاقيه يغلط مره واثنين وثلاثه كابتن الفرقه يروح له ايده ورا ظهره يتكلم معاه ويوجهه يعمل ضغط عليه برافو عليك اكيد ما هو ده مهم جدا في ماتش زي ده يبقى موجود دي اكيد اكيد مهمه ويمكن احنا انا شايف ان احنا المباراه الاولانيه بتاعه الترجي احنا عانينا من الناحيه التحكيميه في ضربات جزاء ما بتتحسبش بس هم احنا يعني واحنا بنشارك في افريقيا والنادي الاهلي بيشارك في افريقيا اكيد ده بيحصل تحكيميا اتمنى ان هو ما يحصلش في مباراه العوده ده احنا يعني ده شوط اول انتهى والشوط الثاني هناك صح فنتمنى ان الحالات التحكيميه هناك ما تاثرش علينا واللعيبه قادره يعني اللعيبه دي احرزت بطولات وعارفه امتى النادي الاهلي كويس ولاعيبه كبيره وعندها خبرات وعندها امكانيات ان هي تقدر تحرز البطوله وتحقق طموحات جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته طبعا ايه رايك في اللي انا قلته امير انت عشت سنين طويله وعمر انت كمان امير خلينا نتكلم بقى عمر ده كبير داخل النادي الاهلي بتتكلم كام سنه داخل النادي الاهلي يا امير حوالي 25 كتير وانت من قطاع الناشئين لفريق اول وعشان تاخد فرصه حاربت وتحدي انا بقى عشته معاك تحدي غير طبيعي عشان تاخد الفرصه وتاخد الفرصه تمسك فيها بايدك واسنانك ده صعب جدا فاما تقول لنا حاجه دلوقتي لا مهم جدا نسمعها منك يعني كابتن شادي لو افتكر الحضري لما مشي وعايز اقول للشريف الحته دي برضو الحضري لما مشي كان مشي في قبل يناير اعتقد يعني في نص السيزون دوري لسه وكاس مصر الاثنين وكاس افريقيا انا متذكر ماتش المحل كان ده ماتش المحله اللي انا عايز اقوله ان كان ساعتها كان عليا ضغط كبير جدا فبقول لشريف ان هو مفروض ان هو تحت ضغط فلازم التحديات اللي جواه لازم الهدف اللي هو جواه يخليه يبقى هادي يخليه يقدم مباراه كويسه تليق باسم شريف اكرامي وتليق باسم يعني كواحد من افضل الحراس مرمى الموجودين في مصر وده اللي ان شاء الله هو هيعمله. ساعتها لو تفتكر كابتن شادي كنت انت وكل النجوم الكبار كانوا موجودين معايا كانوا واقفين جنبي جدا وكانوا مساندين ليا جدا. انا اتهاجمت مع ان انا مش انا لوحدي اللي عملت كده انا
جريت على امير شال في اخر ثانيه، شال هدف في ماتش المحل اول خمس دقايق وفي اخر ثانيه. انا متذكر جدا، انا الجول اللي جبناه في اخر دقيقه تاريخ، او احكوا لك بالثانيه اللي حصل فيه. الكوره صعبه جدا امير البدايه، وقاعدين بقى ضغوط اعلاميه وكلام كتير، واحمد عادل عمال يعمل جون صغير بس اللي موجود بالظبط، وامير واحنا هنكمل اثنين بس... هنكمل اثنين انا واحمد عادل في افريقيا كليستا كليستا كان ساعتها رمزي ما جاش انا فاهم انا فاهم كملنا. فامير شال كورتين صعبين جدا، واحده في اول ماتش واحده في اخر ماتش، كانت وجبنا جول في اخر، كسبنا وجبنا الجون في الاخر خالص. الطبيعي انت تعمل موقف زي ده يا احمد، جرينا انا وبركات، انا وبركات بدأت ألعب كرة طائرة وأنا في ابتدائي في المنصورة، ولما جيت القاهرة ثانوي لعبت في التوفيقية الثانوية وفي السعدية الثانوية. أحد المدربين شافني وأنا بلعب في نهائي الجمهورية بين السعدية والإبراهيمية، فاختارني عشان ألعب في نادي الترسانة، ورحت فعلا نادي الترسانة معاه، لعبت سنة وكنت بلعب حاجة اسمها درجة تانية، ما كانش فيه أعمار سنية، كان في أولى وثانية وثالثة. ومن الترسانة جيت على هنا سنة 57، ولعبت أنا فيرست تيم من 57 لغاية 68 تقريبا. وأحلى أيام حياتي في النادي الأهلي، أنا ماسك قراع سادات من 97 لغاية دلوقتي، كان الكابتن رفيع عبد القادر المدير الفني بتاع الفريق. هو الحقيقة يعني له فضل عليا، لأن كنت انقطعت فترة عن النادي، هو اللي اتصل بيا وجابني عشان امسك معاه في قطاع البنات، وحققنا نتائج هايله الحقيقه يعني. يعني في عهده تقريبا خدنا بتاع 9-8 بطولات افريقيا يعني، يمكن اكتر كمان، وعرب 6 مرات اللي اتلعبوا احنا خدناهم. بعد مرحله الكابتن رؤوف جه مرحله الكابتن الله يرحمه كابتن جمعه عبد الحميد، ده من ابنائي برضو جمعه الله يرحمه، وبس ربنا ما اسعفوش المطول يعني، فانتقل الى رحمه الله وحل محله كابتن حمد الصبري. بعهد حمد الصبري خدنا 2 افريقيا وواحد عرب، وطبعا كاس والدوري كنا على طول يعني في مصر بناخدهم يعني. اصعب موقف بالنسبه لي انما الى علمي انهم في الخيد في السنه الجديده في الخيد انهم شالوني من الليستة عن طريق احد المدربين، لا داعي لذكر اسمه، اللي وقف جنبي ورجعني للخيد في الليستة دي الوحيد اللي هو سيد مصطفى كابتن التيم في ذلك الوقت، كان سكرتير اللعبه في الوقت ده، وده موقف مش هنسهوله طول عمري يعني. انما ما تعرضتش لمواقف صعبه في النادي الاهلي كتير، لان النادي الاهلي الحقيقه مش مخليك محتاج حاجه، كل حاجه انت عاوزها بتلاقيها، فما فيش مواقف صعبة. كنا في حاجة كانت مهمة جدا، كنا أصحاب قوي إحنا ولاعيبة نادي الزمالك، وبنتظاور كتير جدا، لدرجة إن أنا وأنا سكرتير اللعبة جبت الكابتن نبيل قطب كابتن نادي الزمالك مدرب النادي الأهلي، وجبت بعديه كابتن الله يرحمه عصام الوشاحي من الزمالك ودرب النادي الأهلي، فالعلاقة كانت جميلة، ما كانش فيه التعصب الأعمى اللي احنا شايفينه دلوقتي. والحقيقه كابتن نبيل برضه نبيل قطب كتب تقرير قبل ما يمشي ويروح الكويت ان النادي الاهلي يستطيع ان يفوز على الزمالك لمده 10 سنين، وقد كان حصل فعلا ان من التاريخ ده لمده 10 سنين احنا واخدين بطوله الدوري والكاس. اسعد اللحظات لما كرمت انا وامثالي في النادي الاهلي في عهد الكابتن صالح سليم الله يرحمه، لان احنا انا بشتغل في النادي الاهلي منذ ان اعتزلت لغايه النهارده متطوعا، ما باخدش اجر، وهو كان دايما عمل حاجه حلوه قوي الكابتن صالح الحقيقه، كان بيجي اخر سنه ويعمل حفله للمتطوعين اللي ماسكين الالعاب المختلفه ويديهم هديه رمزيه، مره جنيه دهب مره سلسله دهب مره مش عارف ايه حاجه كده، وعمل بطاقه لكل متطوع في النادي يحضر بيها ماتشات النادي الاهلي من المقصوره الرئيسيه في الكوره. في واقعه حصلت كده
كان الله يرحمه اللي هو عاطف رزق، كان مدير نشاط الرياضي. كان في موقف في الانتخابات مش مع كابتن صالح، كان مع الفريق الله يرحمه كان فريق مرتجي. عشان اوريك عظمه كابتن صالح. ونجح كابتن صالح وراح معين عاطف رزق مدير نشاط رياضي. ليه يا كابتن؟ كان ضدنا في الانتخابات وراجل كويس طبعا، مش عايز عاطف رزق ده من الشخصيات اللي يمكن تنسى يعني. مسك بعد كده مدير عام النادي يعني. قال لي معايا ولا ضدي؟ كفء ولا مش كفء؟ قلت له كفء طبعا. قال لي خلاص موضوع معايا ضدي دي موضوع تاني خالص. ودي حاجة تحسب للراجل يعني. أنا في النادي الأهلي ما يعني ما مش متصور إن أنا ممكن أغيب عنه في يوم. وأنت تم حضرتك بتشوف إن أنا كل يوم يعني. أنا تربيت هنا أصلا. يعني أنا جيت هنا وأنا عندي 17 سنة يعني. تقريبا في الحدود دي يعني. أنا جمهور أشكره جدا في لما جانا في نهائي البطولة العربية ضد المجمع الجزائري. وكسبنا 3-0 وكان السبب الرئيسي في المكسب الجمهور. الرساله الثانيه عاوز ابلغ شكري وامتناني لاداره النشاط الرياضي في النادي الاهلي، لانها الحقيقه ما بتبخرش علينا بحاجه مهما كان اللي موجود فيها. يعني ناس اهلاويه قلبا وقالبا، واللي انت بتعوزه بينفذوه لك على طول. سابوا كل الناس قال لك الشادي بيعدي سابوا بركات. اللي انا عايز اقوله يا كابتن شادي ان اللعيبه الكبيره واللعيبه اللي موجوده ليهم دور، ان هو ان هم بيتكلموا. انتوا وقفتوا جنبي وقلتوا لي امير انت عندك امكانيات كويسه، موهوب بتقف في النادي الاهلي، فطبيعي ان انت تبقى كويس. فكنت محطوط تحت ضغط كبير جدا. اللي انا عايز اقوله ان اللعيبه الكبيره اللعيبه لازم تتكلم، اللعيبه لازم تشد الدنيا شويه، لان طبعا هو 90 دقيقة مهمة جدا في التاريخ، في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ اللعيبة، لأن أنت لو كسبت هتصعد خلاص. وتكمل بقى التارجت الكبير اللي هو أنت تاخد بطولة أفريقيا. فكلام مهم جدا أنك أنت تنبه زميلك، أن أنت تتكلم. على فكرة مش في ال 90 دقيقة بس بتوع التمرين ولا ماتش ودي ولا كام، لا ده أنت حتى كمان وإحنا كنا بنتكلم في التليفونات، كنا بنخرج بره ناكل. الحاجات دي مهمه جدا، تقرب الناس، تقرب التركيز، تخلي التركيز عالي. وان شاء الله اللعيبه تعمل. طيب انتوا عارفين جماهير النادي الاهلي كبيره في كل مكان، منها الدكتور والمهندس والرجل الشارع البسيط والمطرب وفئات كتير. الاهلاويه في كل مكان. معانا مكالمه، مطرب متميز اهلاوي جدا جدا وبيثق في النادي الاهلي ومعروف عشقه للنادي الاهلي، ابو الليف. انا برحب بيك حبيبي يا كابتن. عامل ايه يا كابتن؟ وحشني. تحياتي ليك ولكل النجوم الكباتن اللي منوره قناه الاهلي. احنا كمان سعداء ان انت موجود معانا. انا عارف ان انت اهلاوي جامد جدا. الاهلي قادر ان شاء الله. قلبي ودمي اهلاوي يا غالي. قلبي ودمي اهلاوي وكل اهلاوي وبعشق الاهلي من ثالثي لرابعي. عامل لي مشاكل. طيب الاهلي قادر في مباراه الترجي ان شاء الله، وعندك ثقه في الجهاز الفني واللاعبين اللي ان شاء الله هيحققوا لنا انتصار ويرجعوا لنا بالف سلامه بانتصار مهم ويقربنا من البطوله؟ بص يا كابتن. اتفضل. اولا احنا طول ما احنا عايشين لازم املنا يكون في الله ثم في الشيء اللي احنا بنحبه. احنا بنحب الاهلي. فأملنا في ربنا سبحانه وتعالى ثم في لعيبة الأهلي إن هينتصروا وهيرجعوا رافعين راسنا لجمهورهم اللي بيحبهم وبيشجعهم وراهم حتى لو لا قدر الله، فإحنا بنحبهم بس المهم يلعبوا. أنا معاك صح. يهمنا إن هم يلعبوا. والمكسب والخسارة ده بتاع ربنا، عمر ما هتبذل مجهود وهتلعب وهتبكي وربنا هيجعلك ابدا.
انما ما تتكسلش وما تجريش ورا الكوره وتبصي وما تركزش وترجع وتيجي تعبان واخد بال حضرتك وتقول لي يا اختارت انا ما كسبتش. طب ما انت ما كسبتش ليه؟ لان انت تكاسلت يعني ما ركزتش في اللعبه ما ركزتش في الملعب. لازم تركز لازم ان شاء الله باذن الله انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى ثم في لعيبه النادي الاهلي ومدربي النادي الاهلي وهيرجعوا منصورين ورافعين راس ان شاء الله وراس مصر فوق ان شاء الله. هتفرج على الماتش فين؟ انا هتفرج على الماتش في اسكندريه. انا عارف ليه دلوقتي بس اسكندريه انا اقول انا عارف انت زعلان مني انا افتكرت دلوقتي انا عارف انت لازم تتفرج اجباري في اسكندريه. انا منك يا حبيبي انت اخويا وحبيبي وانا بحترمك وبحبك وانا بحترمك جدا والله تحت امرك في اي وقت وفي اي حاجه برضه يا كابتن. ما تروحش العجمي كتير بقى. كابتن احمد عادل بيقول لك حاجه اتفضل. عايز تقول له يا حبيبي والليف حبيبي اخبارك ايه؟ مساء الفل. ما تروحش العجمي كتير بقى يا ابو الليف. الله 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 عليا. طيب احنا على الهوا. طب طب حبيبي والله حبيبي. حماتي وحماي عندهم فيلا في العجمي في البطوش كمان صح؟ في شهر العسل. ده احمد مراقبك بقى. ده احمد مراقبك. لا ده انت مرعبني جدا يا كابتن. طيب سلم عليا قول لي. لا حبيبي حبيبي انت من الشخصيات المحترمه اللي كل الناس بتحبك فعلا وبتمنى لك التوفيق والحمد لله ان انت خرجت من المحنه. متابعينك كويس جدا الحمد لله. انت خرجت من المحنه اللي انت فيها احسن بكتير الحمد لله. الحمد لله احنا كويس ان انت كويس وانت ابن حلال وربنا اكيد واقف جنبك لان انت تستاهل كل خير. والله ربنا ستيرني واقف جنبي لابعد حد ممكن اي حد يتخيله. الحمد لله انت فعلا شخصيه محترمه وتستاهل كل خير وبتمنى لك التوفيق دايما. شكرا. شكرا. في ذوقك يا كابتن وانا سعيد ان انا طلعت على الهواء معاك كده وشرف ليا والله ان انا وسط نجوم كوره الله اكبر عليكم اسامي وليها مكانتها في المجال الكروي وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. الاهلي يرجع ان شاء الله منصور ومنصور الخاطر قاطع راس مصر وراس جمهور الاهلي. ابو ليفا انا بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله تبقى معانا ونحتفل بانتصار النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن شادي انا هقول لك على الهوا بقى. كابتن شادي مطلوبك رد عليا. حاضر حاضر. ما انت غاوي تحرجني يعني على الهوا. انت انا عارف انا دي تقصير مني وانا بقول لك اهو لان انا عارف انت قد ايه اهلاوي وعارف قد ايه يا جماعه بيتفرج صعب الفرجه معانا بكلمكم بصراحه. بيحب عاشق مش عاشق بقى للنادي الاهلي عشان كده بنقول الاهلي كله ملك كل الاهلاويه بقى مطربين وفنانين ومهندسين وكل حاجه. ابو ليف انا سعدت بالمكالمه معاك بشكرك شكرا جزيلا والحمد لله كمان اللي اطمنا عليك كان بيمر بوعكه صحيه كده الحمد لله امنها كان فيها صعوبه كبيره جدا لكن احنا بنحبه اكيد. كمان معانا واحد اهلاوي جامد جدا ودمه خفيف تقدروا تتوقعوا مين ولا لا؟ مطرب ممثل؟ لا ممثل. ممثل طب خليه مش عايزك تقول الاسم عايزك تقول لنا الو. مساء الفل عم احمد بديل. لا مساء الفل. السلام عليكم. لا مغير صوته. لا مش مغير صوته. معانا على الهاتف النجم الاهلاوي الكبير اللي ما بيسيبش الماتشات للنادي الاهلي وعاشق للنادي الاهلي ومشجع وما بيسيبش اي حاجه ولا مداخله معانا ولا افلام ولا مسلسلات الفنان المحترم بيومي فؤاد. ده برحب بحضرتك يا استاذ بيومي. ازيك يا شادي؟ مساء الفل. مساء الفل يا كباتن. ازيك حضرتك؟ وحشنا. الحمد لله ربنا يبارك فيك. وانتوا كمان وحشني جدا. مش وحشنا كتير بس عشان سامع احنا بنشوف حضرتك على طول. شفت بقى بيقلش عليك ازاي والله احنا والله احنا توقعنا نخش الاستوديو نلاقيك قاعد معانا. الكابتن احمد عادل والكابتن امير عبد الحميد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك يا رب. استاذ بيومي الاهلي قادر ان شاء الله يرجع لنا بانتصار. يا رب. املنا في ربنا كبير. الموضوع صعب حق ربنا الموضوع صعب لكن احنا دايما الاهلي دايما تعودنا على الشدايد يعني انهم بيبقوا رجاله وباذن الله واملك في ربنا كبير باذن الدوله ان كمان الوحش كبير شريف اكرامي يزود عن مرماه يعني باذن الله ويعمل لنا ماتش كويس جدا
وعلى الاقل باذن الله يخش فينا جوان، وربنا معانا بقى باذن الله، ولا ان احنا نعوض نحاول نقول ان شاء الله اي وقت من الماتشات، وياما من ايام كرتك التي لا تشهدي اللي رفعتها فتلفي وقب بدماغه وقب ابو تريكه التفاقيسي اللي باذن الله ربنا عوضنا خير ان شاء الله ونرجع عشان نوصل للمباراه النهائيه. وفي النهايه في جميع الاحوال ربنا حاجه مش فاهمها، قال الاهلي اهلي والاهلي جامد جدا واحنا قادرين، وهو في النهايه ماتش وهي في النهايه بطوله، وعاوز اقول للرجاله انتوا رجاله طول الوقت، يعني ما يهمكمش اي حاجه، المهم اعملوا اللي عليكم. زي ما بقولها لاولادي كده في المذاكره، بقولها للعيبه الكبيره، يعني اعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا ما يرجعش تعب حد. استاذ بهوم، عايز اسالك سؤال شخصي بجد، عايز اعرفه منك. يعني انا عارف طبعا احنا اتكلمنا ومتفقين 60 مليون واكتر من 60 مليون عاشقين النادي الاهلي في كل مكان بكل طوائفهم، لكن انت بتحرص دايما ليه على تروح الاستاد، تروح التدريبات، تروح بتبقى متواجد بشكل كبير، ولما قعدت معاك مره لقيتك حافظ التاريخ الاهلي بشكل كبير جدا بجد، ما هو مش اي حد يبقى حافظ حتى التاريخ، حتى المسلسل عن النادي الاهلي بجد هو حافظ تاريخ النادي الاهلي وحافظه ايه باللعيبه وبالاسماء وبالمباريات، اهتمامك ليه بده؟ انا عايز اقول لك ان انا اهلاوي يعني من وانا صغير، الموضوع عندي كان عامل ازاي، انا من سكان الزمالك وكنت بروح بمشي للنادي الاهلي في كل البطولات، افضل اتمحك في السور كده ان انا نفسي اخش واسلم على اللعيبه او اتصور مع اللعيبه، وما انساش بره مباراه كاس ما بين الاهلي والزمالك، الاهلي خد الكاس وعملوا حفله فتحوا الابواب للجمهور فدخلنا واحتفلنا احتفال كبير جدا من وانا عيل صغير، كنت بروح مع اخويا رغم ان اخويا كبير زملكاوي تمام، الا انه ما كانش عاوز يزعلني، يعني كنا فرحانين بالموضوع دوت. لما كنت بقى بمثل في مركز الابداع الفني وكانت لعيبه الاهلي ده في الاوبرا ده انت دي ده انت دي عربياتكم ايوه صح، عايز اقول لك بجري وراه الكابتن الكبير بيبو والكابتن الخطيب ومانويل جوزيه والكابتن حسام بدري وكل اللعيبه بقى بركات وابو تريكه والكلام ده تمام، انا كنت بجري ما بلاقيش حد، يعني مش عايز اصطدم مع حد ولا اي حاجه في الدنيا، بس لمجرد ان انا اسلم عليه واقف معاه شويه والكلام دوت يعني. فانا يعني من اقول لك ايه يعني عاشق للاهلي في كل مبارياته وكل بطولاته، ونادي يشرف ومؤسسه راقيه جدا، مؤسسه بسم الله ما شاء الله ناجحه جدا مع حتى تغيير رؤسائها، ومع لان في نظام وفي اداره موضوعه من زمان جدا. انا شخصيا لما جيت من سنه ولا من سنتين بس ابقى احد اعضاء النادي الاهلي، لا بأجامل في مليم ودفعت زي الكل والله، ونفس النظام بنفس كل حاجه، فانا يعني مش عارف اقول لك ايه. النادي الاهلي نادي كبير، عايزين نسمع منك رساله اخيره للجهاز الفني واللاعبين، تحفيز تقول لهم يا استاذ بيوم. شد حيلكم يا رجاله، احنا واثقين فيكم تمام الثقه، هي مباراه في النهايه، بطوله في النهايه، ما توتروش نفسكم خلاص، اتعاملوا معاها على انها مباراه، اتعاملوا معاها على انها بطوله اوكي، شدوا حيلكم وباذن الله ربنا عوضنا خير، ما كانش يومنا ووارد سبحانه وتعالى يكون شايل لنا حاجه حلوه في راس يا رب ان شاء الله. استاذ بيومي فؤاد الممثل الرائع، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كلام حضرتك المحترم. الاهلاويه عندهم احساس بالمسؤوليه برضو يا امين؟ اه طبعا، اي حد اهلاوي مش فكره بقى، انا هو ده اللي عايزين نقول، مش فكره، خلي بالك مش لعيب بس، انا عايز اقول حاجه هي صعبه شويتين بس هضطر اللي انا اقولها، خلي بالك بعد الكلام. بص استاذ بيومي داخل هو بيتعامل بيقول لك كنت بروح بجري ورا اللعيبه في الاوبرا وبتاع، بص التواضع وبص قيمة النادي الاهلي في لعيبته اللي موجودة وجماهيره برضو، اللي انت اللعيبة موجودة بروح اجري وراهم ما بيتكسفش اللي هو يقول كده، وغيره الاستاذ ابو الليف لما دخل، الكباتن الكبار كابتن عماد سليمان لما دخل، ومن قبليه كابتن عودة امبارح، وعبد الظاهر السقا كابتن عبد الظاهر السقا وهو بيتكلم بشكل محترم. تخيل في الكلام اللي احنا بنتكلمه ده، وفي مسؤولين بيتعامل على كرة القدم دول رايحين يلعبوا، انت عارف حجم انا بتكلم بمنتهى الامان،
لان كره القدم بتغير في ثقافه ناس كتير، على الاقل بتبني عندك انتماء لحاجه بتحبها، وده مش واصله لناس كتير قوي. حتى في ناس مثلا لو عندهم اطفال او حاجه نفسه ان هو يلعب في يلعب كوره، يلعب في النادي الاهلي او يلعب في نادي الزمالك او يلعب في الانديه الكبيره دي. الكوره طبعا يعني هتفرق معاه جدا كمان في شخصيته. ان اللعيب دلوقتي بيبقى شايف اللعيبه اللي هي موجوده في اوروبا وعايز يبقى زيهم، نفسه يلعب في اهلي او زمالك، الاسماء اللي هي اسماء الانديه الكبيره. فمهمه جدا الكوره. احنا برضو خد بالك كلنا كنا زي الاستاذ بيومي فؤاد كده. انا عن نفسي كان طموح ليا وما كنتش مصدق ان اخويا هيوديني النادي الاهلي، وكنت اول كان نفسي اشوف لعيبه مشهوره كانت بتلعب في النادي الاهلي، وكان يعني اول مره شفت فيها كابتن شوبير كان ما كنتش مصدق ان انا شايفه وهو بيلعب كاس العالم، وكابتن شوبير وسلم عليا، وكنت بقول يا رب نفسي في يوم من الايام ابقى مكانه في حراسه مرمى منتخب او في النادي الاهلي. فالكوره طبعا بتغير حاجات كتيره جدا، واي حد نفسه ان ابنه يلعب كوره عامه، لان هي بيبقى لها مستقبل كبير. وطبعا انت كل واحد بقى وانتماءاته سواء اهلي او زمالك او اي حاجه من او اي نادي من الانديه اللي فيها جماهير. يعني احمد جمهور الاهلي عنده الثقه، فنانين اللي بيشجعوا النادي عندهم، غير فنانين النادي الاهلي كله. يعني حتى على المستوى الشخصي والانساني احنا بنتكلم حماقي صاحبنا وما تشوفوش وهو بيلعب في كل حفلاته وبيروح بسؤاله المعتاد بيقول انا اهلاوي، بيقولها صريحه كده. ولما تقعد معاه صعب جدا، ما ينفعش تتفرج معاه من تعصبه للنادي الاهلي بشكل كبير جدا. فلازم تلاقي من الصغر كلنا. يوسف شريف والسعداني، احمد السعداني، يوسف لعب في النادي الاهلي، يوسف احمد السعداني حماقي لعب في النادي الاهلي، تامر حسني لعب في النادي الاهلي. اتكلم حتى على مستوى والده، واحد من اكبر الاهلاوي العمده طبعا، انت فاهم، حد يقدر ينسى كمان تامر كان قريب قابلته في النادي الاهلي. هي مش فكره، اللي انا عايز اقول بسيط، بيحب الاهلي، فنان بيحب الاهلي. ما كل اللي طلع ما طلعش سوبر ستار، يعني كله طالع من اسر بسيطه. بص يا كابتن شادي، هي الميزه هو بيحب كيان، هو بيحب مؤسسه، هو ما بيحبش فلان بعينه او اللاعب الفلان بعينه. هو زي ما قال الاستاذ بيومي كده، انا سنه مش عارف كام و70 كنت بمشي جنب السور، هو ماشي جنب سور النادي الاهلي. هي اجيال بتسلم اجيال، بس صح. هيبقى في الاخر الكيان، هو عاشق لكيان. احنا موجودين بنلعب، طلعنا من النادي الاهلي احنا بنعشق كيان. يمكن زي ما قال الكابتن امير، يمكن حاجات الناس ما تعرفهاش، انا لعبت 3 سنين في ناشئين النادي الاهلي، 11 سنه و12 سنه و13 سنه. كان لظروف ان والدي الله يرحمه كان شغال وبيسافر مع الشركه بتاعته، كانت امي نطلع من اسكندريه الساعه 5 الفجر عشان عندي تمرين في القاهره في مدينه نصر الساعه 8 الصبح. ده ليه؟ حبا في النادي الاهلي، عايزين ان هم يشوفوا ابنهم. يعني انت اساسي مثال كبير من ناشئين النادي الاهلي. انا اول مره اعرف دي على فكره. والله ده هو قعد معانا كده، لعبت سنتين اول مره يحكي. لا لا لعبت سنتين. انت خلي بالك صوت العقل اتدخل شويه، انت ما كنتش كده، انا شايفك عاقل واهي بجد والله. يعني انت اساسا من اسكندريه ولعبت في القطاع؟ انا لعبت في الاولمبي 8 سنين لحد 11 سنه، وجيت اختبارات النادي الاهلي مع كان كابتن ميمي الشربيني ومستر كروفر كان ماسك الاداره الفنيه. مدرب رائع طبعا. لعبت السنتين مع كابتن ضياء السيد في الناشئين، وسنه مع كابتن علاء مهوب. ولاجل حظي ان انا لما جيت الفريق الاول كان كابتن علاء موجود بجد. فاحنا من السوق يعني، من واحنا صغيرين احنا بنعشق. يعني بقول لك اطلع 5 من اسكندريه، اوصل 8 عشان اتمرن، وبعد كده ارجع اسكندريه تاني. ده 3 ايام في الاسبوع، ودي كتر خير والدتي طبعا ان هي واقفه ومسنداني لحد دلوقتي في الموضوع ده، جميلها على راسي من فوق طبعا. يعني هستاذنكم كمان نشارك معانا الجماهير، معانا تقرير كده مع الجماهير نروح نشوفه ونرجع نكمل حوارنا مع نجومي في الاستوديو الكابتن امير عبد الحميد والكابتن احمد عبد. كلنا املنا في الماتش اللي جاي ان شاء الله، حاطين امل ورا النادي الاهلي، وربنا يوفقه ربنا يوفق النادي الاهلي ويكسب المباراه ديت،
ويتدارك الاخطاء اللي هي في الماتش اللي فات، يعملوا اللي عليهم والكوره مكسب وخساره، مش الدنيا مش هتنتهي بمباراه ولا ماتش، بس احنا نكون لعبنا صح، ينالوا احترام الشعب المصري، ينالوا احترام جمهور الكوره في العالم كله. اما النتيجه دي بتاعه ربنا سبحانه وتعالى، ونسال ربنا يوفقهم ويفرحنا ان شاء الله. الاهلي بلعبته بجهازه الفني بجهازه الاداري ان شاء الله قادرين على الفوز والعوده بالنصر للنادي الاهلي. واكيد الكلام ده كان تم قبل كده في مباراه كانت شبه قرب الانتهاء خلاص بفوز تونس، ولكن ابو تريكه غير المسار الكامل كله بهدف اسعد بيه جميع قلوب المصريين وبصفه خاصه النادي الاهلي. احنا بنتفائل ان احنا بنلعب في رادس. رادس ده بنروح خدنا منه بطوله ابو تريكه ولسه فاكس، خدنا منه وليد سليمان جده جابوا جونين، الحمد لله الحمد لله. يعني رادس ده ملعبنا استاد اكننا بنلعب في بلدنا. اللعيبه تشد حيلها كده وتركز وتشيل من دماغها اي ضغوطات عشان خاطر ان شاء الله ربنا يوفقنا في الماتش ده. احنا اتعودنا من النادي الاهلي في مثل الظروف دي ان هو يشرفنا زي ما عملها في 2012 حسام البدري، ان شاء الله يعملها السنه دي معانا، واخد بالك؟ وكلنا ثقه في الناس اللي معانا، يعني لو مشي ابو تريكه وبركات فعماد متعب موجود وحسام عاشور موجود واحمد فتحي موجود والناس كلها موجوده. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويفرحنا ونامل ان يغلب باهداف كتير يعني بامر الله. يعني الاهلي طول عمره الاهلي غني عن الكلام وعن التعريف. يعني احنا تعودنا من النادي الاهلي في المباريات الصعبه ديت يكسب، وان شاء الله باذن الله احنا عندنا امل كبير جدا اللي هو يصعد للدور النهائي قبل النهائي بفضل طبعا ان شاء الله باذن الله توفيق من اللاعبين، احنا بس ينقصنا التوفيق. هو نادي عظيم ونادي كبير، وطبعا احنا متعودين منه على الفرحه والثقه اللي عندنا دي ما جاتناش من شويه. يعني احنا كذا مره بنقف في نفس المطب واللعيبه بتبقى رجاله وقد المسؤوليه. الاهلي على طول عمره مفرحنا ونادي عظيم وليه تاريخ ولعيبته كلها ناس محترمه جدا، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز ويفرح مصر كلها باذن الله، لان مصر محتاجه الفرحه فعلا. يعني بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع نجوم النادي الاهلي الكابتن امير عبد الحميد والكابتن احمد عادل. مهم جدا اراء الجماهير نسمعها، الناس كلها متفائله والناس كلها عندها ثقه في اللاعبين والجهاز الفني. اكيد طبعا كل الناس لازم تبقى متفائله، كل لعيبه وجمهور ومسؤولين لازم كل الناس متفائله، الناس كلها لازم تساند. ان شاء الله الموضوع مش صعب، وكابتن حسام طبعا عنده خبرات كبيره جدا ان هو يقدر يجمع اللعيبه ويعاملهم نفسيا كويس، والجهاز الفني اكيد مجلس اداره اكيد هيوقف مع اللعيبه كلنا. انا عن نفسي هتلاقيني ممكن متواجد في التمرين مع الناس،
انت ممكن كابتن شادي كابتن احمد الاستاذ لما متواجده بحيث ان شاء الله النادي الاهلي يعدي ان شاء الله الماتش ان شاء الله. من بقى احمد عايز تتكلم على الجماهير اللي موجوده ودورها وموقفها المشرف جدا ومساندتها للعيب. اكيد الجماهير طبعا لها دور كبير جدا، لازم يبقوا متفاهمين كويس جدا ان اللعيبه بتستمد ثقتها من جمهورها، طول ما شايفين الجمهور مساند ليهم، طول ما شايفين ان الجمهور في ظهرهم، هم اكيد طبعا عندهم الطموح والهدف ان هم يسعدوهم كالعاده. فاكيد اللعيبه حاسه بكده، اكيد الكابتن حسام زي ما قال الكابتن امير ان الكابتن حسام ليه استراتيجيته كل مباراه، اكيد الكابتن حسام دارس فريق الترجي كويس، اكيد الكابتن حسام حاطط سيناريو للمباراه وهو ادرى واحد. احنا انت ممكن تطلع تقول تشكيل، انا ممكن اطلع اقول تشكيل، امير يطلع يقول تشكيل، لكن الكابتن حسام هو الادرى بحاله فرقته وحاله لعيبته. فربنا يوفقه، رب يوفق اللعيبه ان هم يحققوا طموحات الجماهير. احنا في وقت مش مهم مين يلعب، المهم الاهلي يكسب، ده اهم حاجه بالنسبه لنا دلوقتي. اكيد طبعا اتكلمنا في كل حاجه، مهم جدا اطمن عليك يا امير. انا عارف ان انت رحت الداخليه برضو مع مدرب محترم الكابتن علاء بعال، انا المدربين اللي انا بحترمها جدا جدا. والله يا كابتن شادي يمكن انا كنت في الانتاج الحربي السنتين اللي فاتوا وعملت الحمد لله موسمين كويسين. بعد كده جالي كذا عرض، رحت الاتحاد السكندري في اول السيزون، يعني قعدت يوم ولا يومين كده وبعد كده اسبوع، قعدت اسبوع وما عجبنيش بصراحه. يعني كان يعني انا كنت حاطط في دماغي ان انا نادي الاتحاد اسم كبير طبعا اكيد وجمهوره كبيره طبعا الاتحاد، وانا وده اللي كان هدف بالنسبه لي، ان انا اتعودت ان انا عندي طموح وان انا اسم كبير هستخدم اسم نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد ان شاء الله وتلعب سنتين كمان ثلاثه، لان طبعا نادي الاتحاد نادي كبير. لكن اجواء في نادي الاتحاد جوه ما عجبتنيش فما ارتحتش بصراحه. فكان عندي كذا عرض منهم طبعا الداخليه. انت عارف يا كابتن شادي طبعا وكابتن احمد عادل عارفين ان يعني ايه لعيب كوره لازم يبقى في مكان نفسيا يبقى مرتاح، ده الاهم، يكون جهاز فني ولعيبه وعمال ومجلس اداره بيحترموك وبيقدروك، وده بصراحه اللي انا لقيته في الداخليه. يمكن الكابتن عبد العال من المدربين المحترمين جدا، من المدربين المميزين جدا فنيا، من المدربين اللي هم بصراحه فير جدا، المدربين اللي بتواجه وهو اوريدي عامل نتائج كويسه جدا مع فريق الداخليه، فرق جدا جدا. السنه اللي فاتت كان نادي الداخليه بيعاني، كان ممكن ينزل، لكن هو رجع لهم تاني، قدر طبعا بخبراته ان هو يخليهم في الممتاز، دوري الممتاز. مجلس اداره طبعا على اعلى مستوى، ناس محترمه جدا، العمال كل الناس بصراحه من اول يوم رحت هناك فيه وانا مرتاح جدا. كابتن الجهاز الفني بالكامل، كابتن يسري وكابتن مجدي وكابتن سعد وكابتن محمود شكري، محمود شكري، كل الناس الموجوده، الاداريين الموجودين، اللي هو عثمان، كمل لك الاسماء، عادل لف عمل خميره حلوه لا اللي هو عثمان، الحاج اسامه، كل الناس، يعني رئيس مجلس الاداره، كل الناس اللي موجوده بصراحه ناس محترمه، ما عليكش ضغط عصبي، كل الناس يعني بتحب بعض، مهم جدا. وخصوصا ان انا كمان لعبت في كذا نادي، في بعض الانديه كان فيها مثلا عارف انت بلغه الكوره كده في عصابات شويه، في اثنين ثلاثه بتلاقيهم منافسين شويه، بتلاقي مثلا مدرب منافس شويه، بتلاقي مدرب ما بيحبش نجم مش عارف ايه، الحاجات دي ما لقيتهاش خالص في فريق الداخليه. وده اللي يمكن الحمد لله من اول يوم حسيت ان انا في بيتي، وحسيت ان انا مع اللعيبه وانا مرتاح جدا. ممكن اكون مش شاركت طبعا في اول ماتش ماتشين، لان انا طبعا بدات فتره اعداد متاخر شويه مع فريق الداخليه، وكان محمود الغرباوي وفتحي كانوا شغالين، والغرباوي لعب ماتشين في الدوري وادى بشكل كويس، زمايلي ادوا بشكل كويس، كابتن ابو السعود من المدربين الكويسين جدا جدا، مدرب حراس مرمى على اعلى مستوى، راجل يعني بنحس ان هو زي والدنا، واستقبلني من اول يوم استقبال كويس جدا. زمايلي اللي موجودين فتحي وشهاب وغرباوي اللي حراس، يعني الحمد لله حسيت ان انا الامور كويسه جدا، وان شاء الله يا رب باذن الله نحط الداخليه في مكانها كويسه ان شاء الله. كابتن علاء عبد العال واحد من المدربين المحترمين جدا جدا جدا، وليهم بصمه في الدوري الممتاز سواء مع الداخليه، وكمان لما راح ام حضر شويه معانا في الشرقيه، لان في مدرسه بتبقى راح مع الشرقيه عمل طفره في بس يا جماعه المدرب عشان ينجح لازم في امكانيات كل حاجه. انا بس انا عارف يعني زي ما قال الكابتن امير، انا عارف الجهاز ده كويس، الجهاز ده مسكنا بس مسكنا في فتره صعبه جدا في الشرقيه، ما كانش هيقدر يحقق طموحات جماهير الشرقيه، كانت فتره صعبه على اللعيبه وفتره صعبه على الجهاز. اكيد زي ما قال الكابتن امير، الكابتن علاء شخصيه محترمه جدا، جهازه جهاز محترم،
هو بيلعب في مؤسسة أنا كنت بلعب تحت يعني في نفس المؤسسة، مؤسسة الشرطة وزارة الداخلية. هو أنا كنت بلعب في اتحاد الشرطة، أمير بيلعب في الداخلية، هو كلها مؤسسة واحدة، مؤسسة شرطية، مؤسسة محترمة، ناس بتعرف تتعامل لعيبة كبيرة ازاي، ناس بتعرف تقدر اللعيب اللي عندها ازاي، وده فعلا اللي بيطبقه أنا شايف مع كابتن علاء بيطبقه طبعا في الداخلية. هستأذنكم نشارك معانا الجماهير في الوقت في وقت الحلقة، نسمع برضو مهم جدا الجماهير عايزة تقول ايه. اهم حاجة يا جماعة زي ما قلت امبارح، ادخل عندك نقد بناء قوله، كمان عندك مساندة دعم، ده وقت المساندة وده مش وقت اي حاجة تانية، ده وجهة نظر. لكن طبعا اي حد يدخل ليه الحرية الكاملة في برنامجنا، وانا زي ما قلت الاهلي قناة النادي الاهلي وبرنامج ده اسمه الكرة والجماهير، فانتوا جزء اصيل من البرنامج، فاللي عايز يقول اي حاجه ده طبعا ده شرف لينا. معنا اول مكالمه من القاهره، استاذ اسلام اتفضل. كابتن شاهين مساء الخير يا كابتن شاهين، ازي حضرتك؟ مساء النور يا استاذ اسلام. بمسح على كابتن احمد عادل اللي عمرنا ما ننسى ماتش افريكا بتجان اللي عمله، راجل طول عمره كان واحد النادي الاهلي، والوقت الاكبر بقى امير عبد الحميد، كابتن امير عبد الحميد بمسح عليه طبعا، الراجل ده انقذنا في ايام عمرنا ما ننساه، بمسح على من اكتر رموز النادي الاهلي اللي احنا عمرنا ما ننساه. مساء الخير يا كابتن امير، ومساء الخير للكابتن احمد عادل. شكرا. اتفضل يا استاذ اسلام، حابب تقول ايه؟ اتفضل. بدون ما بص يا كابتن شادي، عنوان الحلقه مفسر نفسه، مستحيل لا سهلاوي، بفضل الله احنا كاجيال اتربينا على الفوز وتربينا على انتصارات النادي الاهلي. بنقول لجمهور النادي الاهلي كل الاجيال، عمرك ما تخاف على الاهلي، بفضل الله عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان الفرقه دي عمرها ما خذلتنا، وعمرنا ما كنا عشمانين فيهم وخذلونا. كرة القدم مكسب وخسارة زي أي حاجة في الدنيا، وارد إن أنت تكون في يومك وتأدي وما ربنا سبحانه وتعالى ما تدلكش التوفيق، وارد إن أنت تعمل أفضل مبارياتك والكرة تبقى ما عندك زي ما عندتنا في ماتش ترجي الذهاب. كابتن حسام بدري كان عامل مباراة جيدة جدا، الفرقة ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كاتب لها التوفيق في أول 10 دقايق، ما حصلش نصيب إن إحنا نكسب، لكن ده مش معناه إن إحنا عمرنا هنفقد الثقة في ماتش العودة. الاهلي ياما كان ليه صولات وجولات يا كابتن شادي بالنسبه للانديه التونسيه، التاريخ يشهد بكده، بدايه من اول مباراه لعبناها مع المرسى التونسي 85 وكان كله بيتكلم على المرسى التونسي، كسبنا هدف ذهاب مجدي عبد الغني، ما حدش ينسى الجون بتاع الكابتن خطيب بتاع ماتش العوده، قعدنا دور 16 من تونس، رحنا تونس 93 هم كسبونا بضربات الجزاء، بعد كده من افريقيا كان عندنا هزيمه، رجعنا خدنا سوبر افريقي وسوبر عربي من افريقيا التونسي، محدش يقدر ينسى جون سبع حفيظ في المنزه 2001، انت وانت كنت لاعب في المباراه دي وكانت مباراه محدش يعني كل مصر دي احنا خرجنا، محدش ينسى عدد ابو دريكه في الصفاقسي، محدش ينسى النجم الساحلي، فتونس طول عمرها بفضل الله بوابتنا، محدش ينسى 2012. طيب خليني يا استاذ اسلام خليني اسمع منك، مهم جدا دلوقتي انت حافظ تاريخ 10 على 10 للامانه، خليني اسمع منك رساله للجهاز الفني واللاعبين هتقول لهم ايه؟ بص يا كابتن شادي، الثقه في ربنا سبحانه وتعالى دي قبل اي شيء. احنا بنقول للعيبه وبنقول للجهاز الفني، العبوا ماتش بتاريخكم وبروح الفانيلا الحمراء، ربنا يوفقكم، كسبتوا هنستقبلكم في المطار، خسرتوا هنستقبلكم في المطار، اعملوا اللي عليكم، اعملوا اللي عليكم، لان انك تعمل اللي عليك وان ما تكونش موفق ده بترضي الجماهير، انما انك تنزل وتاخد المباراه اللي هي مباراه بالنسبه لك عاديه دي اكتر حاجه بتغضب الجماهير، لكن الجمهور عنده عين وعنده رؤيه، لما يشوفك انت بتلعب وبتأدي اللي عليك وما حصلكش نصيب مساء قبلك اقول لك الحمد لله. صح. رساله عايز اقولها للكابتن شريف عبد الحميد، شريف اكرامي، شريف اكرامي وحش ابن وحش، محدش يقدر يتكلم عن النقطه دي، شريف اكرامي ساهم في احراز النادي الاهلي للدوري، شريف اكرامي كان بطل موقعات الترجي اللي رجعنا فيها من البطوله في 2012، شريف اكرامي صد ضربات جزاء ساهمت في تاريخ النادي الاهلي وساهمت في احراز الدوري الموسم اللي فات، وارد انه يكون عنده اخطاء، وارد اي حارس مرمى بيخطا، بنقول لك يا شريف انت ربنا يوفقك، احنا كلنا معاك، موفق باذن الله في ماتش الترجي القادم، حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما كتبناش الصعود، هتفضل حارس من اهم حراس مرمى النادي الاهلي، ليك كل الدعم وليك المساندة، كابتن حسام البدري، مباراة هتكتب تاريخ أكتر من التاريخ اللي عندك يا كابتن حسام، عايزين بإذن الله تحط كل تركيزك في المباراة،
استاذ اسلام انا عشان ما اطولش عليك اتفضل اخيرا بس سريع عشان نلحق ناخد مجموعه من المكالمات اتفضل. انا حزين من حاجه واحده بس يا كابتن شادي. اتفضل. حزين من تصريح كابتن فاضل بنزرتي، لان بنزرتي احنا بنعتبره مدرب كبير ليه تاريخه وتاريخه مش قليل في كره القدم. لما يطلع علينا التصريح ان لعيبه الاهلي ابو تريكه اعتزل، احنا بنقول ان ابو تريكه ده ايقونه الكره المصريه، احسن لاعب في افريقيا، اسطوره من اسطورتنا، وده حاجه بتشرفنا. لكن ابو تريكه كان لاعب في النادي الاهلي زيه زي الخطيب، زي زي طاهر ابو زيد، زي زي شادي محمد، زي زي اي لعيب بيمشي وبيبقى النادي الاهلي. استاذ اسلام انا بشكرك شكرا جزيلا. اتعلمنا ان احنا نرد في الملعب المهاترات الكلام ده لازم تركيزنا كوره في ملعبنا دلوقتي، علينا ان احنا نقاتل زي ما انت قلت، وعلينا ان احنا نركز ونعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. معانا منى من الجيزه، اتفضل يا منى. الو اتفضل يا منى انت على الهوا. ايوه كابتن شادي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله وانت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. حابه تقولي ايه؟ اتفضلي. بمشي بس على الاول على كابتن حمدي، على كابتن احمد حمدي، كابتن عبد الحميد. مرحبا بيك. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ حابه تقولي ايه؟ اتفضلي. حابه اقول ان شاء الله ناخد افريقيا. ان شاء الله. حابه بس اقول الصلاه لحسين كرامي. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. مين معانا يا جماعه؟ طيب مهم جدا انا شايف الاحساس حلو، الناس كلها حاسه بالمسؤوليه، وده مهم جدا جدا كابتن امير. عايز اسمع منك رساله اخيره كابتن امير، هتقول ايه؟ يعني عايز اقول طبعا اللعيبه هيتحط عليهم ضغط كبير جدا، سواء من الاعلام والجمهور، وكل واحد طبعا جواه عارف ان هو تحت مسؤوليه كبيره جدا، ماتش مهم جدا. بس انا عايز اقول ان هو لازم يفهموا ان ما كانش فيه توفيق في الماتش اللي هنا، وزي ما احمد قال ده شوط اول، الشوط الثاني هناك ان شاء الله باذن الله التوفيق ده بيجي باسباب، اسباب ان انت لازم تبقى مركز، تلعب بروح عاليه، تلعب بروح النادي الاهلي، بروح مصر، ان انت بتمثل مصر، يبقى في التزام، في تركيز، يعملوا اللي كابتن حسام بدري هيقولوا الخطه اللي هتمشي بيها، ويكونوا موفقين ان شاء الله، وان شاء الله يكون عندهم ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسهم، ان شاء الله نصعد ان شاء الله. كابتن احمد رساله هتقول ايه يا كابتن احمد؟ طبعا في المقام الاول اتمنى طبعا ان التوفيق يكون حليف النادي الاهلي في المباراه. اكيد اللعيبه حاسه بالجماهير، اكيد اللعيبه حاسه بوقفه الجماهير وراها زي ما احنا شايفين في المكالمات. وانا عايز اتكلم على اللي اتكلم على التصريح بتاع فوزي البنزرتي المدرب، ده وضع طبيعي، هي دي الحرب اللي بتبقى قبل المباراه بالظبط. اكيد اللعيبه قافله على نفسها كويس، اكيد اللعيبه كابتن حسام قافل عليهم كويس. اتمنى ان هم يكونوا موفقين في المباراه، اتمنى ان هم يرجعوا لنا بالمكسب، يرضوا طموحات وحب جماهير الاهلي ليهم، وان شاء الله دي تعدي زيها زي اي مباراه. اتمنى ليهم التوفيق، واتمنى ان كابتن حسام يكون موفق في التشكيل وفي التغييرات ونرجع بالمكسب ان شاء الله. عايز اقول لكم كل مره بقول كده، ما بقعد مع نجوم مختلفين، مع التواصل الاجيال، اجيال اتعلمنا منها والمراحل بقى، بتلاقي الجيل ده جاب بطولات، الجيل ده جاء اكتر شويه، تواصل الاجيال موجود، ببقى سعيد جدا لما كل اولاد النادي الاهلي يبقوا موجودين للعب يوم واللعب مباراه واللحق بطوله واحده، لان اللي بيلعب في النادي الاهلي يوم يعلم قيمه النادي الاهلي، وكمان لما يبقى كمان اصدقائك اللي حققوا معاك بطولات ده وعشره عمر وكفاح واسعاد الجماهير، ده بيبقى حاجه تسعدك جدا امير. بس كمان معانا مكالمه مهمه جدا، عم سيد من القاهره من قدامى مشجع النادي الاهلي حابب يعمل معانا مداخله. عم سيد برحب بحضرتك. السلام عليكم يا كابتن شادي. السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا باشا؟ كله زي الفل الحمد لله. سلمنا على احمد عادل وامير عبد الحميد. اكيد كمان يا عم سيد. عم سيد ازيك؟ عم سيد الله يكرمك. ازيك حابب تقول ايه يا عم سيد؟ اتفضل. انا عندي 60 سنه. ربنا يديك الصحه. وبروح الاستاد من صغري. يعني بص
الاهلي ده حياتي كلها. انا لو حصل اي حاجه في البيت ما بتفرحنيش غير الاهلي. واحنا فخورين بيك يا عم سالم. طبعا شريف كلامي غلط وايه يعني ما كل شماخر بيغلط، كل الناس بتغلط. فلازم نقف جنب النادي الاهلي ونسانده، واحنا بكره رايحين الستيتش عشان نساند الجماهير كلها واللعيبه كلها معانا. انا بشكرك عم سيد، شكرا جزيلا، وانا مبسوط من كلامك، واحنا بنفتخر بيك والاهلاويه القدام ودلوقتي وكل المجاميع اللي بتروح والجروبات اللي موجوده، الكل اهلاويه، الكل أهلوية، مفيش حاجه، مش عايزين نصنف في الوقت اللي احنا فيه ده مهم جدا. انا هقول حاجه اكيد بعد ما اختم، بس تخص بدايه الحلقه اللي انا قلته في البدايه، لكن ما ينفعش اختم من غير ما اختم معاك، وانا سعيد بلقائكم جدا جدا. كابتن امير عبد الحميد عمر كبير جدا داخل النادي الاهلي، والانديه بتتعاقد معاه عشان خبراته اللي موجوده اكتسبها، يابان حققت، افريقيا موجود، دوري عام وكاس مصر، كل ده مع امير عبد الحميد كان موجود. شرفتني ونورتني، وبسعد دايما لما بتبقوا موجودين جوه بيتكم قناه النادي الاهلي. انا طبعا شرف لي انا كنت موجود النهارده معاك يا كابتن شادي، زي ما انت فخور بينا احنا كاولاد النادي الاهلي ونحن مكملين في الكوره لحد دلوقتي، احنا برضو فخورين بيك ان انت يعني اسم كبير في الاعلام، وان انت برضو يعني تلاقي حد مميز في الاعلام دي بتبقى صعبه شويه، وربنا يوفقك ان شاء الله. وانا كنت سعيد جدا ان انا كنت طبعا مع احمد عادل، والميزه ان احنا اتجمعنا بقى لنا كتير جدا ما كناش شفنا بعض في بيتنا، وده الطبيعي، وان شاء الله يا رب تتكرر تاني، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شرفتني ونورتني. شكرا يا كابتن. احمد عادل نجم المباراه الصعبه في النادي الاهلي مع جيل كبير وجيل عظيم داخل النادي الاهلي، شرف كبير ان انت تنتمي للنادي الاهلي، قلت لنا معلومات جديده النهارده، والاكثر اكثر بسطني اللي بقالي مده كبيره فعلا ما شفتكش، وانا مبسوط ان انا شفتك النهارده، لان انت من اللعيبه لاخلاقها عاليه ومحترم، وكفايه قعدت وقت مع النادي الاهلي ما سمعناش منك اي مشكله، وكنت مخلص بمعنى كلمه الاخلاص. شرفتني ونورتني النهارده. ربنا يخليك يا كابتن شادي. انا اللي بسطني جدا ان احنا رجعنا ايام زمان، رجعنا ايام الايام الحلوه مع كابتن امير ومعاك، مبسوط جدا بالقعده معاكم، واتمنى ان هي ما كانتش تخلص، لكن عشان وقت البرنامج ووقتك، واتمنى لك التوفيق، واتمنى لك الثبات طبعا لسنين طويله في البرنامج بتاعك، او في التوفيق في حياتك العمليه. سعيد ان انا موجود على شاشه كبيره زي شاشه النادي الاهلي بجماهيريتها كلها، اكيد كنت سعيد مع اثنين نجوم كبار من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي. شرفتني ونورتني يا ابو حسين. حبيبي يا كابتن شادي. اكيد في نهايه حلقتنا عايز، كنت فتحت ملف في البدايه، واحنا النهارده قلنا العنوان الحلقه المستحيل مش اهلاوي، اتكلمنا في كل حاجه، كان معانا نجوم الفن اتكلموا، الكل بيدعم، كان معانا جماهير، كان معانا ملف اتكلمنا فيه في البدايه بخصوص قصه وقف الكابتن حماده المصري عضو اللجنه الاولمبيه، بخصوص في الحلقات السابقه الراجل اتكلم كلام محترم، قال كلمه الحق، اغضبت البعض، وقفوا الراجل. النهارده كان معانا عضو اللجنه الاولمبيه المحترم ايضا اللي قال كلمه الحق النهارده، الدكتور حسن حسب الله، انا اسف، الدكتور علي حسب الله، انا متاسف، شخصيه محترمه قال كلمه الحق، والاثنين اعضاء في اللجنه الاولمبيه، ومن قبلهم اللواء جاسر رياض، وقال كلام مهم جدا، وموقف الاهلي سليم 100%. الله، هم دول في اللجنه الاولمبيه اللي الناس بتاخد القرار، قال لك ما خدناش قرارات، مفيش كلام، احنا ما حد جاتلناش اي لوائح استرشاديه، ما نعرفش، ما عملناهاش، ما شاركناش فيها، نعمل ايه تاني؟ فانا رسالتي واضحه، بعض الاسئله اللي لازم يترد عليها، اللي يرد عليها سياده الوزير، ايه العلاقه ما بين سياده الوزير واللجنه الاولمبيه؟ لازم نفهم ليه الكلام ده بيحصل مع النادي الاهلي، خصوصا قبل بقى ما اختم كلامي، في خطاب من النادي الاهلي بعتينه للجنة الاولمبيه، واسمعوا حضراتكم الخطاب فيه ايه عشان الامور تبقى واضحه، وبنعرض لحضراتكم كل حاجه، حتى الاوراق دي اول مره تتعرض على الشاشه، ده اخر خطاب من النادي الاهلي للجنة الاولمبيه. السيد المهندس هشام حطب رئيس مجلس اداره اللجنه الاولمبيه، تحيه طيبه وبعد الحاقا لخطابنا المؤرخ 11/9/2017 بخصوص احكام انشاء مركز التسويه والتحكيم الرياضي
المصري التابع للجنة الأولمبية المصرية، وما سبق أن أكدنا عليه من رغباتنا الصادرة من تقاليد النادي الأهلي في الالتزام بالقوانين، إلا أن عدم صدور النظام الأساسي للمركز وقواعد العمل به وقوائم المحكمين المعتمدين أمامه مما يؤدي لعائق قانوني يمنع بل يستحيل معه اللجوء إلى مركز يستهلك بدون مبرر المدة المتبقية من موعد توفيق الأوضاع ليخل بالبيان القانوني الذي يخل بقانون الرياضة برمته، مرسل للتكرم باعتبار الموضوع عاجل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. اللجنة الأولمبية أعلنت بطلان عمومية الأهلي رغم حضور 15,000 عضو، ولم تعلن سبب البطلان وموقفها موقفها مش واضح حال الإطلاق. ثم خرج كابتن حمادة المصري عضو اللجنة الأولمبية وأعلن أن الاسترشادية وضعتها وزارة الرياضة، وأكد على أن الأهلي من حقه إقامة جمعيته العمومية على يومين، وأن موقف الأهلي قانوني وسليم، ولكن تم إيقاف الكابتن حمادة المصري. ثم اليوم تصريحات دكتور علاء حسب الله عضو اللجنة الأولمبية، وأكد على تصريحات المصري بأن الأهلي من حقه إقامة جمعيته العمومية على يومين. هنا السؤال، لماذا تعند وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز مع المهندس هشام حطب عضو رئيس اللجنة الأولمبية ضد النادي الأهلي بعد خروج أعضاء اللجنة الأولمبية اللي احنا ذكرنا أسمائهم الدكتور علي حسب الله وكابتن حمد المصري، ومن قبلهم اللواء جاسر رياض، ومن قبلهم الدكتور علاء مشرف، وقال لك اللي احنا ما عملناش اي لوائح. هنا هخاطب كل الجهات السياديه، النادي الاهلي مؤسسه كبيره، محتاجين بعد اللجنه الاولمبيه، اعضاء اللجنه الاولمبيه قالوا معانا هنا في البرنامج، محتاجين حد يرد علينا، محتاجين الناس كلها تقول ليه بيحصل كده مع النادي الاهلي، لان عندنا كلام كتير جدا نقوله، وعندنا كلام صعب جدا نقوله، ولكن كل اللي قالوه اعضاء اللجنه الاولمبيه المحترمين الشرفاء اللي ما خافوش من اي تصريح قالوه وصمموا عليه، الكلام ده هيبقى مرفق لكل الجهات من البرنامج ومن اكيد النادي الاهلي وموقفه، لان حاربنا على حق وموقفنا صح وقاتلنا فيه، لكن في وقت كان صعب جدا في البعض في الاعلام اشتغل ضد النادي الاهلي، ناس كتير سمعت ومشيت ورا كلام كان الناس بتستفيد وعماله تستفيد وتستفيد وتستفيد، ومش هقول بتستفيد ايه، مش وقته عشان الاهلي عنده ماتش مهم، لكن كان مهم جدا كلمه الحق. اتمنى اللي ما شافوش الحلقه من جماهير النادي الاهلي في البدايه او من اعضاء الجمعيه العموميه، بدعوا حضراتكم مره تانية المعترضين علينا قبل اللي موافقنا، شوفوا بدايه الحلقه وشوفوا كلام الكابتن حمد اللي قاله، وشوف كلام الدكتور علي حسب الله، وكلام مهم جدا جدا لمن يهمه الامر. ومره ثانيه وثالثه ومليون مطلوب رد من سياده وزير الشباب والرياضه على طول الوقت بيقول الوزاره ملهاش دعوه باللائحه الاسترشاديه، وكل اعضاء اللجنه الاولمبيه اكدوا ان وزاره الرياضه هي اللي عاملاها، لماذا التعنت مع النادي الاهلي؟ اكيد هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الأهلي، وتصبحوا على ألف خير.